preparing. خلاص لحظة بس. هلا تفضل تفضل. ايوه يا فجر تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد مساءكم ورمضان كريم. أنا فجر علي أحمد بشير، عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة التضامن مع الوطن بجنوب أفريقيا. أحييكم من خلال هذا المنبر، تحية لشهداء الثورة وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، وتحية خاصة لأمهات الشهداء وأسرهم وأسر المغيبين حصريا منذ 89. مجموعة التضامن مع الوطن تأسست 2016 نوفمبر، وقامت بالعديد من الفعاليات النضالية أبان فترة النظام البائد. نظمنا عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى سفارة السودان والأمم المتحدة والبرلمان الأفريقي وبعض السفارات العربية، منادينا بالحرية والديمقراطية لوطننا الحبيب، وكان شعارنا حرية سلام وعدالة التي أصبحت شعار الثورة فيما بعد. إيمانا منا بحرية التعبير ومن أجل وطن يسعى الجميع، والتصاقا منا بهموم المواطن. وإن بلادنا اليوم تجتاز مرحلة خطيرة في تاريخها، وهي مرحلة إجازة الدستور. وهناك عوامل من الجهل وعوامل من القرض قد تزيف الدستور وتضلل من سمى سعي هذا الشعب الكريم. نقدم هذه الندوة بعنوان الدستور العلماني وفرص الوحدة والسلام في السودان. حنتحدث في إطار 3 محاور أو 4 محاور، اللي هي دستور الدولة السودانية منذ الاستقلال، التركيبة السودانية التعددية وضرورة المساواة أمام القانون والدستور، الطريق إلى الدستور العلماني، الدستور العلماني وقانون الأحوال الشخصية. نرحب بضيوفنا الكرام متحدثينا الخبير القانوني الأستاذ مهتز أحمد المدني والدكتور عبد الله الفكي البشير. هناخد تعريف بسيط عنهم. سي في الخبير القانوني، الخبير القانوني الأستاذ مهتز أحمد المدني، المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، الدبلوم العالي في الترجمة القانونية جامعة جوبا، الدبلوم العالي في حقوق الإنسان جامعة الخرطوم، عضو التحالف الديمقراطي. مرحب بك. عندنا المتحدث الدكتور عبد الله الفكي البشير، نال بكالوريوس التاريخ بمرتبة الشرف والماجستير والدكتوراه 2017 من كلية الآداب. معلش يا جماعة بس في الصوت. تجي كتاباته ضمن مشروع بحثي ينطلق من رؤية نقدية للإرث الثقافي والفكري في السودان وفي المحيط الأفريقي والعربي والإسلامي. يدعو المشروع إلى المساهمة في إعادة النظر في المفاهيم والمدلولات وإعادة توصيف العناوين واللافتات الفكرية والثقافية. نشر العديد من المقالات الصحفية والأوراق العلمية، كما صدرت له بعض الكتب منها محمود محمد طه وغطايا التهميش في السودان 2021، أيضا الذكرى 50 للحكم بردة محمود محمد طه، الوقائع والمؤامرات والمواقف 2020، صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه، والمثقفون قراءة في المواقف وتزوير التاريخ، الفشل في إدارة التنوع حالة السودان،
وكذلك كتاب تحت الإعداد بيتكون من عدة أجزاء في إطار مشروع الفهم الجديد للإسلام للمفكر السوداني الإنساني محمود محمد طه، ويعمل كذلك في كتاب آخر بعنوان السودان في المخيلة العربية الإسلامية، قراءة في سرديات القرون الوسطى وتأثيرها المستمر. مرحب بكم، ونحن سعيدين بحضوركم معنا. والفرصة المتحدث الخبير القانوني الأستاذ معتز أحمد المدني، تفضل. مرحب بك في مجموعة التضامن مع الوطن، نرحب بك أستاذ معتز. التحية لكم والتحية للمجموعة، وأحييكم تحية خاصة، وأثمن وأقدر كثير جدا من مساهماتكم الفعالة جدا في الثورة وفي دعم الثورة السودانية. وحقيقة برضو سعيد جدا أنه وأتشرف أنه يكون معايا الدكتور، والدكتور هو ذخيرة كبيرة جدا في إدارة التنوع وفي البحث العلمي حول العلمانية وحول التركيبة السكانية السودانية. أنا أيضا سعيد أنه أخاطبكم وأنتم في جنوب أفريقيا، وجنوب أفريقيا نحن استفدنا منه كثير جدا فيما يتعلق بمسألة العدالة الاجتماعية، العدالة الانتقالية، والدستور المعتمد على المواطنة، واستفدنا منه كثير جدا في المسألة بتاعت العلانية ورد الحقوق وارتباط جنوب أفريقيا بالمواثيق الدولية. اوكي استاذ معتز، تفضل. واصل صوتك واضح، تفضل استاذ معتز. انا حقيقه اتقطعت عني كل الاشياء، يعني صوتك اصلا سامعينك يا استاذ، سامعينك استاذ. انا ما عارف نحن نخش طوالي في المحاور اللي تكلمت عنها الاستاذه ولا. اتفضل استاذ معتز، خذ راحتك، اتفضل. طيب، هي في مبادئ اساسيه مهمه جدا وجديره بالاهتمام، اللي هي المبادئ دي حتكون المدخل بتاعنا عن الكلام عن الدستور والدستور في الفتره بعد الاستغلال. والمبادئ الاساسيه دي اللي هي اي دوله بتعجز عن معالجه قضيه العلاقه بين الدوله والتركيبه السكانيه الثقافيه والدينيه والعرقيه من خلال وضع مبادئ دستوريه، دي بتعتبر دوله فاشله وعرضه للانقسام والتمزق. من المبادئ المهمة أيضا إنه أي دولة ما بتعامل مكوناتها بالتساوي والعدالة والإنصاف، وما بتضمن سلامة مجتمعاتها غير المتجانسة، دي بتعتبر دولة بدون استقرار، بدون سلام، وبتكون دولة غير آمنة. نحن عشان نتجنب ويلات الحروب ومزيد من التفكك، لا بد من معاملة الهويات بالتساوي وتضمين ذلك دستوريا وتشريعيا حتى نحافظ على بقاء الدولة السودانية. طيب، نحن لو قمنا أخذنا الدستور من الناحية التاريخية، بنلقى إنه في عجز تاريخي وفي دساتير مأزومة، حقيقة مأزومة حقيقة. لما تعمل بحث وتعمل دراسة وترجع لكل المحاولات لإبرام دستور ونظام قانوني، بنلقى نقيم التجارب دي، بنلقى في فشل كثير جدا في انه نقوم نضع علينا دستور دائم للسودان ودستور معبر عن اراده الشعب، باعتبار انه الدستور هو القانون الاعلى اللي بيحدد شكل الدوله وطبيعه الدوله وهويه الدوله، وبحدد الحقوق الاساسيه للافراد، وبحقق المساله بتاعت الحمايه للافراد والجماعات، وبيحمي لنا الحقوق الاساسيه اللي هي من ضمن الحريات، وهو بكون تعبير عن اراده مشتركه. نحن عشان نلقى دستور معبر عن الإرادة المشتركة دي للأقليات وللأغلبية في السودان، نجي نشوف التسلسل التاريخي للقوانين اللي اتوضعت. يعني كتمهيد ابتدائي، في الفترة بتاعت الاستعمار، الاستعمار مطلقا ما أسس لدولة تخط لنا وسائل بتاع التطور للثقافات المحلية، قسمت المجتمعات المحلية تقسيم كامل جدا، وعملت على تغريب بعض الفئات الاجتماعية الدينية كحليف أهلي للسلطة الاستعمارية، ومنحتها مزايا تاريخية كثيرة جدا عشان تصبح هي رصيد شعبي
ويكون موالي للسياسة بتاعت المستعمر ويكون موالي حتى أو مدعاوي مع المركز الاستعماري في فترة بعد الاستعمار. طيب ده اتجلد في دستور والحاولة بتاعت إنجاز دستوري سنة 53 في الحكم الذاتي بين مصر والحكم البريطاني. مصر محمد نجيب والحاكم البريطاني في 1953 عملوا اتفاقية، والاتفاقية دي كانت بداية لسمات بتاع الدستور، بحدد شكل الدولة وبحدد كيف إدارة الدولة وبحدد تقسيم السلطة فيما بين الحكم الثنائي في الفترة دي، ده في 53. بعد طوالي جات محاولات وطنية ومحاولات لأنه يتخطى دستور وطني بواسطة النخبة السودانية الوطنية. جينا في 57 اللي هي المرحلة بتاعت الديمقراطية الأولى، اتكونت لجنة من سياسيين ومفكرين عشان يبحثوا مسألة الإسلام والشريعة كمصادر للتشريع، وده كان مخترع خطاوة الأستاذ مرغن النصري، وعارضوه كل الجنوبيين في الكتلة البرلمانية في الفترة دي. المحاولات الدستورية اليائسة دي والبحث عن الشريعة كمصدر من مصادر التشريع، اتقطعت كل المحاولات الدستورية دي بانقلاب الفريق عبود في نوفمبر 1958. اسمع هسه دقيقة كيف؟ نعم، بعد ذاك نسفت وعصفت ثورة اكتوبر بالنظام بتاع عبود، وجات الديمقراطية الثانية. لما جات الديمقراطية الثانية تكونت جمعية تأسيسية وحاولوا يضعوا دستور دائم، وكونوا لجنة فنية قومية عشان يقوموا يراجعوا فيها مسألة أسلمة الدولة والفيدرالية. هنا كل الأعضاء الجنوبيين قاطعوا تلك اللجان الفنية الخاصة بالدستور لأسباب كثيرة جدا، إنه بالزج بالدين والإسلام في المعادلة الدستورية، وبيحصل إخصاء لمسألة مبدأ الفيدرالية. من ضمن المسائل دي نبه عضو اللجنة الجنوبي ناتالي الواك، ده أبدأ تخوفه من إنه تؤدي إسلامية الدولة لإخصاء الفيدرالية، لتهديد الوحدة الوطنية، لتقسيم البلاد، وظل مناديا من تلك الفترة بمبدأ العلياء العلمانية. ظلت مسودة الدستور اللي تكلمت عنها دي أنا بتعلن عن اللغة العربية إن هي اللغة الرسمية للدولة، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، والمحاولات الدستورية دي والمسودة دي ما لقت النور لأنه خش الطوالي الانقلاب بتاع مايو. دي المحاولات لأسلمة الدولة أو المحاولات لإدخال العروبة أو اللغة العربية كلغة رسمية للدولة في الدساتير زي حسب ما جات المرحلة دي. جات الطامة الكبرى وجات بعد ذاك الفترة المايوية، وجات الطغمة المايوية. نميري عمل في بداياته الأولية محاولة بتاع الدستور دائم للبلاد، وظلت مايو في بداياتها الأولى بعيد عن استغلال الدين، و في نفس الوقت ما أبعدته عن المسرح الدستوري، ووضح دستور هناك في الفترة بتاع 73، ويتكلم عن أنه الدولة لا دين لها وما اتحددت فيها اللغة الرسمية. وفي المنطقة دي كان في الفيلسوف، فيلسوف الثورة في الوقت ده جعفر محمد علي وخيد، بيتكلم عن أنه الحديث عن أنه الدولة دين رسمي ده ما وارد، وده حديث خاطئ لأن الدولة ما عندها دين، وفي نفس الوقت هي ما كائن حي. جاء الحديث عن الدين في الدولة بيتكلم عن الحديث عن المجتمع، دي في فترة 73. ما ورد أي نص بيشير لمصادر التشريع، وده كان محاولة بتاع الدستور في 73 تكاد تكون توفيقية أو تكون عالجة المسألة بشكل محايد. لكن حصلت تحولات في الفترة المايوية فظيعة جدا وغريبة جدا حسب التغلبات المايوية في الفترة دي، وقام النميري أعلن الشريعة الإسلامية وعدل دستور 73، ووضح إنه ده دستور إسلامي السيادة فيه لربنا، وتأسيس دولة الخلافة الراشدة، والتزام الدولة بالشرع، وفي نفس الوقت نصب نفسه هو قائد للمؤمنين، ونصب نفسه هو إمام المسلمين بموجب بيعة بالدين بموجب القانون. ودي التغلبات اللي حصلت لمايو الغريبة جدا. التحول ده أدلينا لإعلان الشريعة الإسلامية، وقامت المحاكم بتاعت الطوارئ، وتم تعديل قانون العقوبات، وحصلت كثير جدا من مواد متعلقة بإثارة الكراهية ضد الدولة، ودخلت مواد بتتعلق بمحاكم أمن الدولة،
وظهرت مواد كثيرة جدا عشان يقدروا يجمعوا بها المعارضة في الفترة دي. تم تعديل للأسف الشديد جدا قانون وصول الأحكام، وأدى القاضي الحق بتاعت معاقبة أي شخص عن أي فعل يرى أنه يجب معاقبته. يعني أدى القاضي ذاته سلطة تشريعية، هو يسن القانون وهو يطبق القانون وهو يصدر العقوبات فيما يتعلق بالقوانين. للأسف الشديد دي كانت فترة كحلة وفترة ظلامية أدت لنتائج وخيمة جدا. للأسف الشديد السودان فقد فيها المفكر الإسلامي الكبير محمود محمد طه، وتم إعدامه بموجب هذه الأفاعيل التشريعية أو القانونية أو اللا قانونية أو اللا أخلاقية. تم إدخال عقوبة الجلد كعقوبة إلزامية، تمت محاكمة البعثيين أيضا في محاكمات توضح استغلال الدين لتصفية الخصومات السياسية، وتم في نفس الوقت تمت كل الإخفاقات الدستورية دي والتشريعية بهندسة وتصميم من الجماعات الإسلامية في الوقت ذاك، وكان بيعتلي السلطات بتاعت التشريع والسلطات بتاعت النائب العام الدكتور حسن الترابي وهو كان وزير العدل في الفترة دي. دي تاريخيا المحاولات لحد ما جاء انقلاب البشير في 89. لما جاء انقلاب البشير في 89 خدت الدستور بتاع 98، وده كان نتاج للمحادثات بتاعت السلام بين الحكومة والمنشغلين من الحركات بقيادة لاما كول ورياك مشار من الحركة الشعبية. بعد طوالي جانا دستور بتاع 2005، وده جاء نتاج للاتفاقية ومنبر محادثات السلام بين الحركة الشعبية والحكومة، ووضحت بشكل يعني يكاد يكون غير مرئي في إنه حقوق الإنسان والسيادة للشعب. على مستوى مصادر التشريع قام قسم الدولة تقسيم تشريعي على اثنين، ميزت التشريع في شمال السودان عن التشريع في جنوب السودان، وخطت الشريعة مصدر للتشريع تصنع على المستوى القومي وتطبق في شمال السودان. خط الشريعة والأعراف والقيم والتقاليد ده ما يطبق في جنوب السودان. الملاحظة البسيطة على دستور 2005 فيما يتعلق بموضوع الندوة، إنه يتجاوز حقوق مواطنين النيل الأزرق والإنقسنة وجبال النوبة والأقليات الغبطية في السودان، حيث يوجد أتباع كثيرون للمسيحية والديانات المحلية وفرضوا عليهم تطبيق الشريعة الإسلامية. احتمال تكون التدرج جاء لحد ما وصلنا نحن حاليا في المرحلة الأخيرة، وصدرت الوثيقة الدستورية، وتكاد تكون الوثيقة الدستورية سكتت تماما عن مصادر التشريع، اعترفت تماما بالتنوع والتباين العرقي والتباين الثقافي في السودان، واعترفت ببعض النصوص، ولكن هي ذاتها نحن ما ممكن نديها الصفة الدستورية، لأن هي أساسا كانت عبارة عن تسوية سياسية أو agreement to create a legal effect، إنه ده وثيقة وأخذت الصبغة الدستورية بتاعتها. وهنا نحن يكاد يكون لخصنا كل الدساتير السودانية من بعد الاستغلال لحد تاريخ الليلة. طيب نحن من هنا بنلقى إنه في هشاشة في الأنظمة السياسية أدت لدساتير متسلطة ودساتير مختلفة تماما، أدت لتخبط في النظام القانوني للدولة والدستوري، في نفس الوقت انتفت معايير حقوق الإنسان بمصادرة حرية التدين والتعبير. كل الدساتير دي غطاء دستوري لإطفاء الشرعية لأنظمة كثيرة متسلطة أو أنظمة بتضم جماعات متسلطة من أصحاب الامتيازات التاريخية. في نفس الوقت اتفشت ظاهرة الإلغاء والتجميد في مزلة الدستور، لأنها ما بتعبر عن إرادة بتاعت أغلبية وأقلية في نفس الوقت، إنما كانت تعبير عن فئات محددة جدا. طيب ده بغضنا لشنو؟ بغضنا لأنه فشلت كل النخب والأنظمة السياسية في تحديد طبيعة الدولة تحديد سليم، في كيفية حكم السودان، في تحديد من نحن، في تحديد هوية الدولة، ولأجل إدارة التنوع والاختلافات الإثنية والدينية واللامركزية. النتائج بتاعت الفشل ده أدت لنا لأنه السودان يفقد تلت المساحة بتاعته، بالإضافة للهيومن ريسورس في التلت بتاع الأرض المذكورة دي، في نفس الوقت
كانت معبر عن الظلم التاريخي في المجتمع، وده ممكن يؤدي لنا لانسلاخ أغاليم كثيرة جدا حاليا بتنادي بنفس وبتخضع لنفس المظالم وبتخضع لنفس الظروف اللي أدت لانفصال تلك السودان. طيب، فرضوا هوية بتاع الدولة إسلامية وعربية. من هنا اتفرعت الجدلية بتاعت الهامش والمركز، ومن هنا ظهرت وتجلد الجدلية بتاعت الوحدة والانفصال، وظهرت برضو الجدلية بتاعت الأغلبية الأفريقية والأغلية العربية والأغلبية المسلمة والأغلية غير المسلمة، وجدلية اللغة العربية، والجدلية بتاعت اللغات المحلية والرطانة، وظهور الاضطهاد الديني والعرقي وعدم الصغة بين شعوب الهامش. ده أدلينا لظهور كامل جدا في تلك الفترة، لظهور مدرسة الغابة والصحراء إنه السودان دولة أفرو عربية، ظهرت المدارس العروبية ناس محمد أحمد محجوب وإسماعيل الأساري، ظهرت الفكرة بتاعة الدكتور جون جرن اللي هو بتاع السودان الجديد بتاع التنوع التاريخي والتعدد المعاصر. من هنا ظهرت مطالبات لشعوب كثيرة جدا، وظهر بتنادي بتطبيق مبدأ العلمانية وفصل الدين عن الدولة، وفي نفس الوقت بتنادي باللا مركزية كحقوق مستحقة مسنودة بالوثائق الدولية وكحقوق غير قابلة للانتقاص لصالح ضحايا الأغلبية المسلمة، أو إنه تلجأ هذه الشعوب لتغرير المصير خوفا من الإبادة أو التهميش أو أسلمتها أو استعرابها. دي تكاد تكون ملامح دستورية وملامح للتشريعات في المرحلة ما بعد الاستغلال لحد تاريخنا اليوم. أتمنى أن أكون التزمت بالزمن. شكرا أستاذنا معتز، التزمت بالزمن تماما. أنت غطيت لنا على يمكن اثنين أساس محورين أساسيات من المحاور: دستور الدولة السودانية منذ الاستغلال، التركيبة السودانية التعددية وضرورة المساواة والمقابلة، والطريق إلى الدستور العلماني، الدستور العلماني وغنو الأحوال الشخصية، دي يمكن نجيها في مرحلة قادمة. هنرجع لك مرة أخرى بعد ما نعطي الفرصة للأستاذ عبد الله البشير. شكرا أستاذنا محتاج. مرحبا البيان الإنساني الرجلية ذاك لا خليت أعمل إيش يعني كلام أستاذنا عبد الله. نعم، الفرصة أمامك، تفضل. شكرا جزيلا دكتور عبد الله البشير. نعم إيهاب، شكرا جزيلا، وسعيد جدا أن أكون اليوم في هذا المنبر، وشكر أجدله لمجموعة التضامن مع الوطن جنوب أفريقيا على دعوتهم وعلى قيام بالواجب الثقافي في لحظة تاريخية يحتاج الوطن من الجميع للعمل والعمل ثم العمل. ونحيي شهداء ثورة ديسمبر في عليائهم، والتحية لي الكنداكات والشباب، والتحية لدعاة التغيير الشامل في السودان منذ الاستغلال الذين ضحوا بأشكال عديدة ومختلفة منذ ذلك الوقت اندلاع ثورة ديسمبر، والتحية أيضا لشهداء حركات الكفاح المسلح، والتحية أيضا للشهداء الذين ضحوا في نضال فردي بعضه إلى الآن لم يرى النور ولم يكن موثقا. التحية للجميع حتى شهدنا الآن ثورة ديسمبر، لنسعى جميعنا لإحداث التغيير الشامل والتغيير الجذري. ومحاضرة اليوم أو ندوة اليوم في الحقيقة تصب في أشواق التغيير الجذري والشامل، وسأتحدث في بعض المحاور ربما أغطيها كلها أو جزء منها. أولا الدساتير اللي طرحت في الفضاء السوداني من المهم نجيب عندها شوية، وما تقدم منها ما تقدم إشارات لنتائج بعضها، وبتناول أيضا كيف انتفع السودان من المهمشين في هذا الصراع، كيف انتفع السودان من المهمشين، وسقف شوية عن معطى وحدة المصير المشترك ومتطلبات بناء السلام،
والبحث عن المشترك، لأن الدستور الطريق إلى الدستور العلماني هو لماذا، فلا بد أن نقف عند هذا. وسأقدم أيضا ملامح عن الدستور الثالث الذي طرح في الفضاء السوداني، وهو الدستور الإنساني اللي طرحه الأستاذ محمود محمد طه. وفي أقدم أيضا محور، أو سأتناول محور عن مهددات الوحدة والسلام على ضوء واقع الحوار عن الدستور في ظل فتح الباب من خلال إعلان المبادئ بين البرهان والحلو. فقد أغطي هذه المحاور أو بعضها، وفي أثناء النقاش يمكن أن نغطي ما تبقى أو نتوسع أكثر. أولا من المهم الإشارة لأنه هناك ثلاثة دساتير طرحت في السودان: الدستور العلماني، والدستور الإسلامي اللي طرحته الأحزاب التقليدية، والدستور الإنساني اللي طرحه الأستاذ محمود محمد طه. أتيحت الفرصة لتطبيق الدستور العلماني والعمل به في فترات متفاوتة، وأيضا الدستور الإسلامي الدعوة له لم تغب عن سماء السودان، وقد أتيح أن ألحقت قوانين الشريعة الإسلامية عام 83 في الدستور 73، فطبقت الشريعة في ذلك الوقت. ثلاثة دساتير. من البداية لابد أن نوضح أو نقول حقائق لابد بالإشارة إليها حتى إنه ندركها، لأنه قبل شوية الأستاذ معتز أشار قدم إشارات لطيفة في رحلتنا التاريخية، ولابد أن ننظر للتاريخ ليس هو دراسة للماضي، وإنما هو آلية من آليات التغيير. أولاً، متى ما طرح الدستور الإسلامي في السودان وعلت الأصوات به إلا وكان هناك انقلاب عسكري أو دخل المتضرر الغابة اللي هم المهمشين؟ متى ما رفعت راية الدستور الإسلامي، ودوما ترفع من الأحزاب التقليدية، رفعت هذه الراية، وأشار قبل شوية معتز لانقلاب عبود، وكذلك رفع راية الدستور الإسلامي وصل مرحلة القراءة الثالثة في الجمعية التأسيسية في 68، فوقع انقلاب مايو، وطبقت الشريعة، ألحقت الشريعة القانونية الشريعة الإسلامية بالدستور 83، فدخل قرنق وصحبه والذين هم تضرروا من ذلك إلى الغابة. فإذا عمليا الدستور الإسلامي لا يتسق مع الدستور الإسلامي الذي سماه الأستاذ المزيف الذي طرحته الأحزاب التقليدية، لا مجال له في بيئة التعدد الثقافي، لأنه دوما كان يهدد وحدة البلاد، ودوما يقود لإنقلابات عسكرية، ودوما يقود لغياب السلام والدخول في الحرب. وحينما كانت دعوة الأحزاب التقليدية للدستور الإسلامي، وهي عبارة في الحقيقة بدعوتهم المستمرة على مدى تاريخ السودان، شكلوا في الحقيقة حاضنة لنمو الجماعات اللي بتدعو لتطبيق الشريعة والدستور الإسلامي، وتمثل الأمر في غمة في الجبهة الإسلامية حينما وقع انقلاب 69، فانتهى أطروحاتهم، انتهت بالسودان لانقسام انفصال جنوب السودان والحرب في كل أطراف السودان. إذن من التاريخ ومن دروس الماضي ومن الواقع إنه الدستور الإسلامي اللي بتنادي به الأحزاب التقليدية، الدستور الإسلامي المزيف، لا فرصة ولا مجال له في السودان. طيب، ما هو الدستور؟ الأستاذ محمود محمد طه بيعرف الدستور بيقول هو اللي بنسق العلاقة بين الدولة والفرد. الدستور هو الذي ينسق العلاقة بين الدولة والفرد، فبالتالي ما ممكن إذا أنا ما بشوف نفسي في الدستور من أي ثقافة من الثقافات بيكون ما عندي مصلحة في هذه الدولة، أو على الأقل بكون مواطن من الدرجة الثانية. الدستور عند الأستاذ هو اللي بنظم العلاقة، بنسق العلاقة بين الدولة والفرد، والقانون هو النهج الذي ينسق العلاقة بين المواطنين. وأيضا الأستاذ يقول عبارة مهمة جدا، الدستور قال هو كالمرآة التي يرى فيها كل مواطن شخصيته وتطلعاته. والدستور نفسه ما فيه أغلبية أو أقلية، وإنما هو صياغة لأمل الأمة، أمل الشعب،
وبالتالي ما في أقلية وأغلبية، فبالتالي معاني بهذا المستوى لا يمكن أن تقدم لنا الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية كانت حكيمة كل الحكمة في القرن السابع، ولكنها الآن تعجز عن متطلبات عن الإيفاء بمتطلبات المواطن اليوم والعصر. والشريعة هي ليست الدين، والشريعة هي الطرف المتدلي من الدين كما يقول الأستاذ محمود. وبالتالي الشريعة أو الدستور الإسلامي أو تطبيق الشريعة في الحقيقة لا يمكن بما هي مطروحة عليه من قبل الأحزاب التقليدية والذين ينادون بها، لا يمكن أن تحقق الوحدة والسلام، لأن مجرد دعوتك للشريعة الإسلامية تطبيق الشريعة أو تطبيق الشريعة الإسلامية جعلت كل المواطنين من غير المسلمين هم مواطنين من الدرجة الثانية، المسيحي والذي يدين بالكجور أو اللا أدري أو الملحد، جميع هؤلاء هم مواطنين من الدرجة الثانية. هذا لا يستقيم عقلا. وبالتالي عند الأستاذ محمود كما يرى إنه الدستور يجب أن يقوم على الأصول اللي بتجمع الناس، مش على المعاني المطروحة من قبل الأحزاب التقليدية الحاضرة اليوم، كانت من دعاة الشريعة، من دعاة تطبيق، من دعاة الدستور الإسلامي، ومن دعاة تطبيق الشريعة الإسلامية. لابد أن ندرك أن الدعوة للدستور الإسلامي المزيف الذي يسميه الأستاذ محمود المزيف والدعوة للشريعة الإسلامية تصب في خانة الدولة القديمة التي يجب أن تهدم ويعاد بناءها لمصلحة كرامة الإنسان. ولأن الآن كل الناس في الساحة حضروا، أهل السودان جميعهم حضروا، ويمكن أن نقول من ضمن ما يمكن أن يقال في غراءة لتاريخ السودان أن بعض شعوب السودان وثقافاته لم تكن حاضرة في مائدة صنع، في طاولة صنع القرار في أوقات كثيرة. الآن استيقظ الجميع، الآن حضر الجميع، والآن الجميع يطالب بكرامة الإنسان. يبقى يجب أن نضع هذا في البال، أن الأمر يتصل بكرامة الإنسان، يتصل بحقوق جماعات صاحبة حق وثقافات ظلت مهضومة وظلت مستضعفة منذ الاستغلال. يجب أن نعترف بذلك، نقدم اعترافات شجاعة أن هناك جماعات ظلمت وضربت من قبل الدولة ومورس معها قتل عنيف، وهذه الجماعات على الرغم أنها دخلت في حروب مع الجيش السوداني، وعلى الرغم من أنه عندها أفراد كانوا يدرسوا معنا في الجامعات، في جامعة الخرطوم ومختلف المدن، إلا أن هناك مرجعية أخلاقية منعتهم من أن يغودوا التفجير للمدن والتفجير للجامعات والمدن في كوسو، في كوسي والخرطوم وغيرها من مدن السودان. يبقى هناك مرجعية أخلاقية تجعل هؤلاء الناس لديهم حس إنساني وحريصين على الوحدة. إذن الوحدة في حرص عليها، وبالتالي حقه نحن من جانبنا نغوط حوار واسع على أن نجعل من ما يوحد الشعب السوداني وأن يحقق بناء السلام هو المطلوب الآن. طيب، هذا يغدني لمحور ثاني، كيف انتفع السودان من المهمشين؟ لابد من نعترف بأن الأحزاب التقليدية حينما كانت تنادي بالدستور الإسلامي ووصلت به مراحل متقدمة في عام 68 كان دوما المهمش ينتفع منه الشعب السوداني ويقود ثورته ويقود حوار مع الحكومة كما حدث في اتفاقية أديس أبابا، ليأتي بدستور علماني ليوقف الدستور الإسلامي المزيف الذي كان يهدد وحدة البلاد كما قال بذلك الأستاذ. هذا 72 حينما أتت اتفاقية أديس أبابا أتى بها المهمش، لابد أن نبين ذلك. والأستاذ محمود عنده مقولة هنا لابد من الإشارة لها، إنه دوما الأرض والبشرية انتفعت من المهمشين بثوراتهم، فعلى الدوام كانوا المهمشين بيثوروا لانتزاع حقوقهم، حتى مفردة شعب عند الأستاذ توسعت بفضل ثورات المهمشين، لم تكن تشمل كل الناس في السابق والنساء، وإنما كانت تشمل طبقات، ولكن بثورات المهمشين
استطاع مفردة الشعب أن تشمل اليوم كل الشعب ليدخل ويشارك في الانتخابات كل من بلغ سن 18 كما هو متفق عليه. أيضا المهمشين أفادوا الشعب السوداني 72 اتفاقية أديس أبابا، لولاها لما كان عم السودان شيء من السلام والتعايش السلمي. كذلك حينما الآن اندلعت ثورة ديسمبر، وقبلها كانت حكومة دينية إسلامية بالكامل من 89، وقبل ذلك كانت الشريعة الإسلامية عام 83، حينما اندلعت ثورة ديسمبر الآن يقود الحوار الحركة الشعبية لتحرير السودان. الآن النداء المبادئ هو الذي فتح الحوار عن الدستور العلماني مرة ثانية. هذا الحوار الجديد ينبغي علينا واجب أن ندعم الحوار ونواجه كل الذين هم ضد ما يمكن أن يوحد أهل السودان، حتى لا نقع فريسة لما تم في الإنغاز وما تم في مراحل سابقة استجبنا انتصروا فيها رجال الدين، ولكن انتصار كان إلى حين. الآن المرحلة تتطلب موقف قوي من المثقفين، ودبغ النيل والمحور التالي أن الآن أصبحت وحدة المصير المشترك، وأصبحت أمر واقع في العالم كله، في العالم أجمع دعت من السودان وحدة المصير المشترك. تنبئنا بذلك كورونا، وينبئنا بذلك المناخ التكفيري والإرهابي أصبح عابر للغارات وللجغرافيا وللمدارات الثقافية، والكورونا الآن الكل سواسية. وحدة المصير المشترك تجعل مننا ننظر للوحدة بمنظار جديد، إنها مصير مشترك لابد أن نناضل من أجل الوحدة. وهنا في هذه اللحظة لابد أن نسعى لنوجد متطلبات بناء السلام. أهم متطلبات بناء السلام البحث عن المشترك. لابد أن نبين إن السودان في السابق ليس لدينا سودان مكتمل، كانت هناك محاولات وبحث عن السودان، والآن الحوار الذي يجري عن الدستور العلماني هو في يصب في البحث عن السودان، البحث عن المشترك، البحث عن الذي يوحد، البحث عن ما يمكن أن يحقق التعايش السلمي. سابق ادني لي موضوع الدستور الإسلامي المزيف اللي طرح والشريعة الإسلامية اللي طبقت، وإنه ينتمي للدولة القديمة. لابد أن نعي بأن الآن الدولة أتت بكل جماعاتها وثقافاتها، وجود هؤلاء الجماعة من مختلف الثقافات والجماعات هو تعبير عن شكل من أشكال الوحدة على أسس جديدة بحضور الجميع. حضور الجميع يعني أن دستورنا اللي بنختاره يجب أن يرى كل من هؤلاء الناس شخصيته وتطلعاته وآماله في هذا الدستور. هذا الدستور لا يعني الأغلبية المسلمة، الدستور لا علاقة له بالأغلبية، الدستور هو للجميع. لابد أن ندرك ذلك حتى وإنه نغي البلاد من الحروب ومن ما يمكن أن تؤدي له النتائج السلبية إذا ما انتصر رجال الدين في هذه الجولة. وده بغدني لمحور مهددات الوحدة والسلام. ينبغي أن نتحدث بوضوح أن من بين مهددات الوحدة والسلام هو الخطاب الديني المتخلف، الخطاب الذي يصدر من المساجد في كل جمعة، ومن المهووسين ومن التكفيريين ومن الذين لا يؤمنون بوحدة السودان، من الذين يفهمون الإسلام فهما متخلفا. يجب على المثقفين أن يواجهوا هذا الخطاب المتخلف. لدينا واجب ثقافي وواجب أخلاقي، يجب أن لا نترك الأمر للحوار، الحوار بين الحلو وبرهان وبين الجماعة حركات الكفاح المسلح والحكومة السودانية يحتاج لدعم من المثقفين، ويحتاج لموقف، لأن كل مثقف عنده مسؤولية، مسؤولية فردية مباشرة تجاه هذا الموضوع، وإنه هذا الأمر يتصل بالسودان وبالسلام. والسلام حينما يعم في السودان في الحقيقة يخدم المحيط الأفريقي ويخدم أفريقيا ويخدم البناء بناء السلام في العالم. وأنا في تقديري إن احتلنا الحوار وإدارة الحوار حول الوحدة والسلام والدستور بما يحقق التعايش، نستطيع أن نقدم للعالم أجمع نموذج مثالي، لأنه أصلاً بيئات التعدد الثقافي
اللي هي مثل بيئة السودان، ليست بيئة تعدد مصنوع، وإنما بيئة هي دوما. أنا أردد هذه العبارة، يقولها بعض الباحثين أن السودان التعدد الثقافي في السودان من حيث الأصالة والقدم لا مثيل له في العالم، سوى ربما الولايات المتحدة الأمريكية، بيد أنها لا تدعي أصالة تاريخ يعود لآلاف السنين. في تقديري بيئة التعدد الثقافي مثل بيئة السودان تستطيع أن تقدم مبادرات خلاقة للعالم وللإنسانية جمعاء. هذه المبادرات يمكن أن تستفيد منها البشرية، والسودان موعود بهذا. هذا يقودني أيضا لمحور الدستور الإنساني. من بين الدساتير التي طرحت في السودان هو الدستور الإنساني الذي طرحه الأستاذ محمود محمد طه. طبعا الدستور العلماني هو إذا الناس اتفقوا على أنه يحقق الوحدة ويحقق ويرى الناس فيه شخصيته ومتطلعاته متفق عليه، ينبغي أن ندعمه وينبغي أن نسير به إلى الأمام، لأنه بحقق السلام والوحدة. الأستاذ محمود محمد طه لا يدعو للدستور العلماني، يدعو للدستور الإنساني، ولكنه يرى أن الدستور العلماني أفضل من الدستور الإسلامي المزيف اللي طرحته الأحزاب التقليدية، وأفضل من تطبيق الشريعة الإسلامية. الدستور العلماني يحقق الوحدة للسودان بما فيه من تعدد ثقافي. أما الدستور الإنساني الذي يدعو له، ظل يدعو له الأستاذ محمود محمد طه، سأقدم ملامح مختصرة عنه حتى نجعل من المنابر الحرة في السودان تتسع المنابر ويرتفع الحوار ويرتقي الحوار ونرتفع من الفهم المتخلف للإسلام. الدستور الإنساني عند الأستاذ محمود مرجعيته مصدر القرآن الكريم، ولكن بفهم جديد، ليس كما يفهم ما هو مطروح من الآخرين، وإنما الدستور الإنساني يقوم على آيات الأصول، الآيات المكية، القرآن المكي اللي فيه كرامة الإنسان وفيه الحرية. وفي هذا الدستور عند الأستاذ محمود المفاضلة بين الإنسان والإنسان والرجل والمرأة تقوم على العقل والأخلاق، مع لا اعتبار للاختلاف في العقيدة أو الدين أو اللون أو العرق. الجميع سواسية، والجميع لهم الحق أن يعتنقوا ما يشاءوا من الإسلام، المسيحية، الكجور، اللا أدري، الإلحاد. ليس الاعتناق، وإنما الدعوة لما يعتقد لمصلحته ومصلحة المجتمع إن كان يرى في ذلك مصلحة. يدعو الملحد لإلحاده، والمسيحي لمسيحيته، والكجور، وكل منهم يدعو لما هو يراه يحقق مصلحته أو مصلحة المجتمع. وعلى الذي يختلف معه إن كان مسلما أو غير مسلم أن يواجه هذا الطرح بالوسائل الديمقراطية وينغد ويواجه بالطرق العلمية. كذلك الدستور الإنساني المحتوى بتاعه محتوى إنساني، لا يقوم على العقيدة وإنما يقوم على العلم، ويرتفع في مستواه، وفيه المساواة التامة بين الرجل والمرأة، وهذه نقطة مهمة جدا. كذلك القاعدة في الدستور الإنساني عند الأستاذ محمود محمد طه، وهو الدستور يقوم على آيات الأصول، الآيات المكية، يعني من داخل القرآن الكريم، حتى لا يأتي أصحاب الفهم الإسلامي المتخلف يزايدوا علينا. هذا الدستور من عبد الله. الوقت لكن انتهى الوقت، لكن يمكن نعطيك ثلاثة دقائق تراب أب يعني. جميل، ثلاث دقائق. القاعدة في الدستور الإنساني كما يقول الأستاذ محمود هي قول الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه هي القاعدة التي ينطلق منها أو يقوم عليها الدستور الإنساني. وعند الأستاذ محمود الناس أحرار، والحرية هي الأصل، والحر لا يربى بالإكراه، لا يربى بالعصا، وإنما يربى باحترام عقله وإنسانيته، وهذا لا نجده ولا يمكن أن تستوفيه لنا الشريعة الإسلامية. لأن الدستور الشريعة الإسلامية حينما طبقت في القرن السابع، إذا كانت في ذلك الوقت حكيمة لمعطيات ذلك الوقت، إلا الآن لا تلبي متطلبات العصر.
والآن الناس أصبحوا أحرار وأصبحوا رشدا. في السابق النبي الكريم كان وصي على الناس، هو الرشيد الوحيد. لكن ما هي علامة الرشد؟ علامة الرشد هي تحمل المسؤولية، مسؤولية القول والعمل أمام القانون. الناس الآن أصبحوا أحرار وأصبحوا رشدا، وفي الحوار يمكن أن نستجلي ما تبقى من النقاط. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا أستاذنا عبد الله. الحقيقة في أسئلة في الشات، وكذلك في فرصتين في الأستاذ لطفي والأستاذ زين طابعين أيديهم. نحن نعطي الفرصة الأولى للأستاذ لطفي. تفضل أستاذ لطفي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بقى شايف في باك جراوند ما أرجع من وين. نرجو من الإخوة يعني يعملوا ميوت للصوت. ممكن تعمل لهم أنت ميوت. أنت ممكن تعمل لهم ميوت. بحاول أعمل ميوت. ميوت everybody. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نبي المرحمة ورسول الملحمة. في البدء أقدم آيات الشكر لشهداء الثورة وللذين أعيقوا في هذه المسيرة في طوال حقب حكومة الإنغاز التي أذلت الشعب السوداني ونكرت بالمعارضين السياسيين. ليكون أكثر برضو أشكر المنصة، وكان داكتنا الإبنة فجر علي أحمد البشير بتخوتنا علوية. الشكر للأخ إيهاب، وشكر للذين قائمين على هذه المنصة. أشكر الأخ معتز رغم إني ما تابعت مداخلته المؤكد بتكون مداخلة قانونية قد لا تكون فيها من الثقرات، لأنه كنت في اجتماع للأسف الشديد وكان كلمت فجر أنا بكون من اجتماع. تقريبا لما طلعت من الاجتماع كان عبد الله يدوب وبدأ، فبيفتكر إنه حق المنصة من المقدمة القدمة الأخ عبد الله دكتور عبد الله البشير أن المحاور الطرحة إنها تكون هي محاضرة أو ندوة مستقبلية قائمة بذاتها، لأنها مزاح حيوية ومتأكد المسائل اللي تطرق لها من ثقافة أو من ثقافة الفكر الجمهوري أو أفكار الأستاذ محمود محمد طه، وهي أفكار معروضة منذ 46 وحتى الآن، وكل يوم بتثبت وجودها وبتثبت فعاليتها وبتثبت إنه مستقبلها. فلذلك أرجو من منصتكم أن تعطوه فرصة أخرى لمحاضرة أخرى لنستفيد جميعا منها. في البدء أقول إنه الدستور هو عبارة عن ثلاثة كلمات عبرت في بداية الثورة: حرية، سلام، وعدالة. ده تقريبا الدستور، حرية، سلام، وعدالة. بعدها بداية التفاصيل. الأخ عبد الله يتكلم عن الدساتير، الدستور العلماني والدستور الإسلامي والدستور الإنساني. وطبعا تطرق إنه الدستور كأنه عبارة جات من الجمهوريين، إنه كأنه لما مايو لما اتجهت لقوانين سبتمبر 83 إنه كان بيقول إنه كان من الأفضل لمايو علمانيتها من أنه تتجه لمدة الدستور الإسلامي، لأنه هو دستور إسلامي مزيف. حتى الدستور العلماني ما طبق في السودان تطبيق في قوانينه منذ أن جاء الاستغلال، لأنه كان قائم على الطائفية والولاء للطائفية وللطائف، إذا كان طائفة الأنصار أو طائفة الخدمية، ودي ما فيها طبعا ديمقراطية. والديمقراطية طبعا هي أن تفكر يعني في قاعدتها، تفكر كما تريد وتقول كما تفكر وتعمل كما تقول وتتحمل نتيجة قولك وعملك أمام القانون الدستوري. وفي قيمتها هي أخلاقية، تفكر كما تريد وتقول كما تفكر وتعمل كما تقول وأن يكون قولك وعملك بر بالأحياء والأشياء. فدي قيمتها اللي هي حرية، سلام، وعدالة تقريبا. فهي ما تطبقت في السودان، تطبقت يعني بصورة أو بأخرى. على أساس ما كان فيها مزالة التغول الديني على حريات الناس،
والدستور هو طبعا زي ما قال ما فرق بين الفقير ولا الغني، وما فرق بين الأغلبية والأقلية. عبد الله في بدايته تكلم عن الدستور انه الدستور الاسلامي، هو يعني انا كنت بفتكر انه من البدايه، هو طبعا لما جه في التفاصيل تكلم انه هو دستور اسلامي مزيف، لكن انه اللي قدامه انه بيفتكر من البدايه اذا عنده اي محاضره او عنده اي محاضره او ندوه. بشيل والله يوكلد. والله بشيل شكرا استاذ فاطمه، يقول لك انا واحده ضمه كل انت والله بشيل. فيتكلم عن من البدايه انه يقول ده انه ده دستور اسلامي مزيف، ما يقول انه دستور اسلامي، لانه لو قال دستور اسلامي من البدايه فده بكون في تغول على الاسلام، لانه هو ما عنده علاقه بالاسلام، ما عنده علاقه بالدين، ما عنده علاقه بالافكار الارضيه، ده عنك الديانات السماويه. فدي ملاحظتي فيما يخص موضوع الدستور الاسلامي المزيف. موضوع الدستور الإنساني يتكلم عنه عن الأستاذ محمود محمد طه، أنا بتفق تماما عن الرؤية بحذافيرة، وبيفتكر أنه قوانين مايو لما جات ما كانت قوانين الشريعة، ودي مفصلة في الكلام الأستاذ، أو أنه قوانين سبتمبر 83 شوهت الإسلام في نظر الأذكياء من شعبنا وفي نظر العالم وأساءت إلى سمعة البلاد، فهذه قوانين مخالفة للشريعة ومخالفة للدين، لأنها هي أباحت قطع يد السارق من المال العام، وأنه في الشريعة بيعذر وفيه شبهة مشاركة، وهذه القوانين الجائزة أضافت إلى عقوبة السجن وعقوبة الغرامة، وده بيخالف الشريعة. نعم ممكن أزيدك دقيقة أخرى حتى يعني جميل جدا تفضل. فدار أوري إنه قوانين سبتمبر ما عندها علاقة بالشريعة، وقوانين الشريعة ما بتطبق لأنها قايمة على الشورى، وفي الشورى ما فيها ديمقراطية، الشورى أنت يعني عندك مجموعة بتشاورهم، ما بتشاور المجتمع كله، اللي هو دي أهل العهد العقد والحل، فالنبي شاور لكن ما خالف، شاور أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، سيدنا أبو بكر شاور وخالف لما جاء في قوانين في 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 حروبات الردة، شاور وخالف، حتى مسك سيدنا عمر قال لي جباروا في الجاهلية خواروا في الإسلام يا ابن الخطاب، والله لو منعوني عقال بعير إن كانوا يؤدون رسول الله حاربتهم عليه. فالشريعة الإسلامية على قمتها ما فيها ديمقراطية. شكرا جزيلا وشكرا للفرصة ومعذرة للإطالة. شكرا جزيلا أستاذنا لطفي. فرصة أخرى للأستاذ زين، ثم نعطي بعد ذلك الفرصة للأستاذ معتز إذا كان عنده تعقيب، ونرجع مرة أخرى ثم بعد ذلك الأستاذة أمال. الآن أستاذ زين تفضل. شكرا جزيلا وشكرا لمجموعة التضامن مع الوطن، وحقيقة يعني الواحد استفاد كثير جدا من هذه السياحة الفكرية حول مسألة التاريخية القوانين في السودان وحديث الأستاذ عبد الله الفكير بشير. وحقيقة في مشكلة أساسية عند المثقف السوداني، دائما المثقف السوداني الحاجات البينتية بعد تمر مرة فترة من الفترات بيقوم ينسى ما أنتجه وينطلق من قاعدة محددة جدا، وهنا أنا بلوم الحركة الشعبية لتحرير السودان. أنا يعني زي ما قال مثلا عبد الله البشير باعتبار أن الحركة فجرت قضية العلمانية، لكن أنا برجع لاتفاق عقد في نيروبي في 17 أكتوبر سنة 1994 بحضور الحركة الشعبية بما يسمى التجمع الوطني الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي ذاك الوقت، ووصلوا إلى اتفاق الدولة المدنية الديمقراطية. والدولة الديمقراطية المدنية بيفتكروها إنها حل من الحلول اللي ممكن إنها تطفي شرعية العمل المشترك، وإنه هذه الدولة المدنية الديمقراطية لا تقبل أي قوانين تتعارض مع القوانين بتاعت حقوق الإنسان، اللي هي وبالتالي وصلوا لهذا الاتفاق. وبعد ذلك جاءت المؤتمر القضايا المصيرية. أنا كنت بتخيل إنه الحركة الشعبية لتحرير السودان، لأنه ده إرثها التاريخي لتجاوز مشكلة من المشاكل الأساسية اللي بتعطل قضية مهمة جدا لمسألة الحوار الوطني.
إنها هي تنطلق من نفس الاتفاقية اللي هي الدولة المدنية الديمقراطية. والغريبة إنه نظر لها محمد إبراهيم نجد. يعني محمد إبراهيم نجد عنده كتاب، عنده كتابات كثيرة جدا في مسألة الدولة المدنية الديمقراطية، وبيفتكر بأنه مسألة الدولة المدنية الديمقراطية هي خروج من الأزمة الأساسية في مسألة العلمانية ومسألة الإسلام ومسألة كذا وإلى آخره. وبالتالي إن هي بتقبل قاعدة عريضة جدا من السودانيين، وما بتدخل الناس في مناوشات حادة جدا وعقدية. وكنت بفتكر بأنه الحزب الشيوعي نفسه يعني بعد ما قامت الثورة دي يطرح منابر عديدة جدا، يفتح عفوا منابر عديدة جدا لمناقشة الدولة المدنية الديمقراطية بدون الدخول في المسألة، في مسألة المصادمات اللي ممكن إنها هي لا تودي الناس إلى توافق وطني. مسألة ثانية إنه نحن كلنا بكل تيارات السياسية السودانية بإنها هي ساعية إلى خلق الدولة الديمقراطية في السودان. الدولة الديمقراطية في السودان لا يمكن أن تقوم إلا بتجمع عريض جدا من المجتمع السوداني عشان يدعم هذه الدولة، لكن هذا التجمع نفسه لا يمكن أن يتكون إلا من خلال أحزاب سياسية منفتحة، منفتحة حقيقة. يعني لا تضع شروط في التعامل السياسي إذا كانت يسارية أو كانت يمينية، لا تضع تعارض في شروط لمسألة الحوار، ولا تضع شروط لمسألة كيفية إنه يكون الحوار ما بين الناس. فده واحدة من الأشكاليات الأساسية أنا أفتكر بأنه المواجهة المجتمع السوداني. مسألة الثانية أنا أفتكر بأنه الخلاف في الرؤى. يعني أنا أفتكر الليلة إذا نحن رأينا المجتمع المسلم اللي في الوقت اللي فيه كان قاعدين فيه محمود محمد طه، والمجتمع المسلم الآن، بنفتكر إنه التيارات التحت هي تيارات متنورة أكثر مما كانت من قبل. ودلالة على ذلك إنه أغلبية العناصر إذا كانت إسلامية أو يسارية تلقاها بتقرأ لمحمد أركون، بتقرأ لنصر حامد أبو زيد، بتقرأ محمد عابد الجابري، بتقرأ لشريعتي محمد باقر الصدر، محمد علي فضل الله، لطباطبائي، لكل لمحمود محمد طه. أنا أفتكر دي واحدة من النوافذ اللي بتجلب الهواء النقي اللي يستطيع إن الناس يتنفسوا بأريحية. مسألة الثانية غياب المفكر في الأحزاب السياسية السودانية. ألا تعتقد إنه في حكمة من الله سبحانه وتعالى إنه ينتقل كل القيادات تحت الأحزاب السياسية إذا كان الترابي وإذا كان نجد وإذا كان الصادق المهدي، وإنه السيد محمد عثمان المرغني الآن out of order، كل هؤلاء يغيبوا عن الساحة السياسية، وإنه تتفتح الساحة السياسية لعناصر جديدة، لكن أين هي العناصر الجديدة؟ يعني دي واحدة بتقودني أنا للدكتور عبد الله البشير بإنه لا بد أن يكون هنالك حوارا مفتوحا بين المثقفين السودانيين. لأنه أنا أفتكر بإنه الأحزاب السياسية لغاية الآن من ثورة ديسمبر لغاية الآن ما في حزب سياسي واحد عمل ندوة سياسية مفتوحة إلا الحزب الشيوعي يمكن مرة واحدة وعملها، وكان الحديث فيها حول اتهام بعض القوى السياسية التي تفتح حوار مع العسكر في 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 في, في مسألة الفترة الانتقالية. أنا أفتكر بأنه نحن الإشكالية الأساسية الآن بتواجه المجتمع السوداني هو المفكر السوداني، غياب المفكر السوداني في الأحزاب السياسية السودانية الذي يستطيع أن يفتح آفاق جديدة. لأنه دور المفكر هو شنو؟ مفكر إنه أول حاجة بيطرح أسئلة جديدة، بيغير نمط التفكير السائد في المجتمع، بيعطي أدوات جديدة، بيحلل الأدوات القديمة اللي كانت موجودة، هل هي أدوات فعلا صالحة لأنها فعلا تحقق مسألة التحول الديمقراطي، ولا نحن محتاجين لأدوات جديدة إنه هذه الأدوات الجديدة تقودنا إلى مسألة. المسألة الثالثة بإنه في الحوار، يعني أنا الليلة لما أجي أقول والله يا عبد الله البشير يا أخي أنت جمهور يا أخي إنه والله محمود محمد طه كافر، أنا بكون خلقت الباب بينه وبينك. يعني زي ما قال المثل الإنجليزي، إذا أنت عايز تقنع شخص لابد أن تكون داخل السياج معه وما تكون خارج السياج معه. فالليلة أنت لاحظ
لكثير من الخطاب السياسي للمثقفين، مش للعامة، للمثقفين السودانيين، هو خطاب إخصائي بدرجة عالية جدا. واحد. الخطاب الثاني هو فرض لشروطه. يعني الليلة هسه مثلا عبد الله البشير تحدث حول قانون، حول الدستور الإنساني الذي طرحه محمود محمد طه. أنا أحترم هذه المسألة وأناقش، مش معناه إنه أنا أحترمه معناه أنا موافقه، أنا أختلف معه، لكن الخلاف ال- 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 الإيجابيات التي نحن اتفقنا عليها نضعها بجانب، خلاص المسألة متفقة، مسير الخلاف في حوار أنا أحترمه تماما، وأسقط مسألة التكفير لأنه ده اجتهاد إنساني، إنه الاجتهاد الإنساني مفتوح لكل إنسان حتى يرث الله الأرض، وبالتالي ليس هنالك أفق أو هنالك شروط، لأنه الإنسان يقف في حدود محددة جدا. وبالتالي حتى أنا لا أنعت الآخرين، يعني حتى الإخوان الشيوعيين أنا لا أقول والله يا أخي إنه هؤلاء الشيوعيين ديل يا أخي ناس كفرة وناس وإلى آخره، لا، أنا أفتكر بأنه ده برضو مجهود إنساني مطروح على الساحة السياسية، وعندهم كثير جدا من الإيجابيات وعندهم كثير من السلبيات، وكذلك الاتحاديين وكذلك حزب الأمة وإلى آخره. فبالتالي أنا أفتكر بأنه أستاذ عبد الله، أستاذ زين، أعطيك دقيقة أخيرة حتى يعني جدا أنا أفتكر بأنه مسألة الحوار الثقافي الديمقراطي ما بين القوى السياسية السودانية وما بين المثقفين مسألة مهمة جدا، ومسألة بتفتح آفاق جديدة جدا بالنسبة للناس. وشكرا جزيلا. شكرا لك أستاذنا زين. الأستاذ معتز موجود؟ نعم موجود معك. هاي معتز، في أسئلة جات في الشات أنا بحاول أطرح لك أجزاء منها. بقول يعني اعتبرت أن سجاتنا دين مهمشين، لا والله ما مهمشين سجات، لكن عندنا فرصة للناس الرابعين يدهم. في سؤالين، قال الدستور العلماني والدستور الإنساني مقبول لدى الصفوة لكن لدى أهل الريف يعني الشيوعية ويعني الإلحاد، ده سؤال. بعدين واحد تاني قال الترابي ما مفكر، ده سؤال تاني. أيضا جاء في الشات، ألف شكر أستاذ عبد الله البشير، للأسف الأحزاب التقليدية مسيطرة على عقول نهنا في الريف. طرح سلس. هذا دي برضو في سؤال آخر للأستاذ عبد الله، لكن لما يجي الأستاذ عبد الله حنديه الفرصة في إنه يرد على بعض هذه الأسئلة الموجودة. نسمع الأستاذ معتز، ثم بعد ذلك نأخذ ثلاثة من المداخلات. تفضل أستاذ محفوظ. طيب أنا كنت بفتكر إنه النقاش حيتكون من ثلاثة أجزاء بترتيبه بتدرج. المرحلة الأولى حيتكلم عن التاريخ الدستوري في السودان، التاريخ المأزوم، في نفس الوقت حتى بعد ذاك نجي نتكلم في الجزئية المتعلقة بالعلمانية، وثم بعد ذلك نتكلم عن المسألة بتاعت الأحوال الشخصية حسب الترتيب اللي أنا كنت خاطين في رأسي وتكلمت عن الجزئية الأولى، لكن ما أتيحت لي فرصة عشان نتكلم عن باقي الأجزاء الثانية. كويس، انا حاله بنتكلم عن الدستور، ما بنتكلم عن الدستور في علاقه الدين بالمؤسسات الدستوريه ومؤسسات الدوله، احنا بنتكلم عن المظالم المتعلقه بالتعريب اللي هي الدكاتره وكل المناقشين ما يتناولوا المساله بتاعه الاستعراب، والمساله بتاعه الاستعراب دي مساله مهمه جدا من المسائل اللي بتقودنا للمساله بتاعه العلمانيه. كويس، لانه نحن بنتكلم حنتكلم عن التهميش، حنتكلم عن التهميش بشكل كامل اللي هو اللي بيتعلق بالتهميش الثقافي، وده مرتبط بمسألة بتاعت المشاركة في الحياة الثقافية حسب ما جاد عندنا سليونيسكو. نتكلم عن التهميش اللغوي اللي هو المسألة بتاعت الاستعراب، إذا كان جينا لقينا في السودان في ذينية لغة محلية. نحن نتكلم عن المسائل العرقية باعتبار إنه فيها أعراق محددة جدا غير مسيطرة. بنتكلم عن النبرة العنصرية الموجودة في المجتمع السوداني بتاعنا. بنتكلم عن التهميش الاقتصادي واستشراء البنوك الإسلامية والاقتصاد الخفي. بنتكلم عن تقوية جماعات على جماعات أخرى. بنتكلم عن مبدأ مهم جدا إلقاء مسألة الأقلية والأغلبية كمصطلحات، وبنتكلم عن الحقوق بتاعة الأغلبية هي الحقوق المطلقة. بنتكلم عن إنه أساسا الدولة لا من تجي وتكون فيها المسألة بتاعة العلمانية اللي هي بالمعنى بتاع إنه نفصل الحكومة ومؤسساتها عن كافة السلطات الدينية وعدم تبني الدولة لأي دين رسمي.
ده ممكن ينسجم انسجام كامل جدا مع المدرسة بتاعة الدستور الإنساني، وممكن تنسجم أيضا مع المسألة بتاعة الدولة المدنية النادبية محمد إبراهيم نجد، وعنده كتاب جيد جدا فيما يتعلق بحوار حول الدولة المدنية. والمسألة دي كانت اتطرحت في الديمقراطية عشان نطلع من المأزق ده، وكان هو عصف ذهني كبير جدا من الأستاذ محمد إبراهيم نجد وباسيفيكو لادو، واتناقشوا في المسألة دي ووصلوا للصيغة بتاعت الدولة المدنية، لكن للأسف الشديد جدا ما تطورت سوى كان من أعضاء الحزب أو ما تطورت سوى كان من المفكرين الموجودين في الحزب. أنا إطلاقا لا من أجي يتناول المسألة بتاعت العلمانية، بيتناول بكل المفاهيم بتاعتها في حاجتين، لأنه أنا زول قانوني عندي جزئية محددة جدا بتتعلق بالشريعة الإسلامية مصدر من مصادر الدولة. المسألة دي إذا كانت عالجت في مستوى العلمانية أو في مستوى الدستور الإنساني أو في مستوى الدولة المدنية، يبقى دي خطوة لقدام بتودينا نحن في النهج الديمقراطي السليم. إذا كانت الجزئية الثانية المتعلقة باللغة العربية هي اللغة بتاعت الدولة، هنا ده نحن لازم نجيب، وكل المتحدثين ما تناولوا الجزئية دي لأنه مازالت الاستعراب مهمة جدا، وظهرت لنا النتائج بتاعتها بشكل واسع جدا في قانون التعليم العالي وتعريب الجامعات والمناهج التعليمية في المناطق في الجامعات والدراسات العليا، ودي أثرت تأثير كثير جدا على أبناء الهامش اللي ما قدروا ينسجموا انسجام كامل مع اللغة العربية في مراحل الأعلى. إذا كان جينا قلنا عندنا النازل جاي من 100 لغة محلية، العامل بتاع اللغة هو عامل مهم جدا في تهميش اقتصادي في تهميش عنصري. إذا كان كل المسائل دي أن إحنا بدراسات ومغاربات بين الدستور الإنساني وبين الدولة المدنية حصلت لنا حلول، ما بيمنع إنه نخش في العلمانية، لكن بشكل واضح جدا حتى الحزب الشيوعي السوداني حتى أحزاب كثيرة جدا أغرت بالمبدأ بتاع العلمانية واتخذت المبنى بتاع العلمانية بشكل واضح جدا وطالبت بهم مطالبة كثيرة جدا. هي المسألة مسألة بتاعت فصل السياسة والمدنية الحكومية في الدولة عن الدين. في نفس الوقت الدولة دي أساسا شخص اعتباري، أن إحنا لا بنتكلم عن الدين، بنتكلم عن الضمير الشخصي. في حالة زي دي المسألة بتاعت العبادة الشخصية العلمانية ما بتتدخل فيها، وبطلقا العلمانية ما بتتدخل في الضمير الشخصي ولا بتدعو للإلحاد، في نفس الوقت ما بتدعو للتفسق، في نفس الوقت أي علمانية مطبقة في أي دولة ما بتتناسب لدولة تانية. بالتالي نحن ممكن تكون عندنا العلمانية السودانية بتاعتنا نسميها الإنسانية ونسميها المدنية. ألو 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 أستاذ معتز، واصل واصل أستاذ معتز. كده كويس؟ سامعينك، تفضل واصل واصل أستاذ. حصلت لي مشاكل تكنيكال كده. طيب، لأنه العلمانية هي اللي بتأدي لي للحماية والمساواة بين المدين وغيره، بتدينا حرية دينية للأشخاص وإنصاف ومساواة بينادهم، بتدينا حرية في المؤسسات كلها وحرية في التعبير، بيبقى أنا ما عندي مانع إذا كان بعد ذاك ما داير أخش وما داير أخش في تعقيدات بتاعت المصطلحات عشان أسميها إنسانية أو أسميها مدنية. الليلة نحن عندنا العلمانية حتى في التيار بتاع المدرسة الرائدة المدرسة الجمهورية، في تيار بتاع مدرسة الدكتور عبدالله النعيم، دكتور عبدالله النعيم بنادي بالديمقراطية بشكل واضح جدا وبشكل شجاع وبشكل يكاد يكون فيه تطوير كثير جدا لكل الإرث الدستوري اللي اتخذته في الحزب الجمهوري. طيب، احنا عشان نعتبر المؤسسات الدينية دي مؤسسات خاصة ونعتبر الدولة مؤسسة عامة ونفصل بيناتهم تمام، إذا كان المسألة دي أنا جاتني بأي مصطلح من المصطلحات ما عندي مانع. يبقى احنا محتاجين لتطوير للدولة المدنية، ومحتاجين لتطوير للمسألة بتاعت الدستور الإنساني، ومحتاجين لملائمة ومؤاومة العلمانية بالحقوق وبالظروف وبالبيئة السودانية الحقيقية في التكوين بتاعها. طيب، إذا كان نحن لقينا التكوين بتاعنا والتركيبة بتاعتنا فيها التباين الكثير ده، بيبقى ضروري جدا نقوم نعترف به. يتناول واحد من الأخوان ويتكلم عن الحركة الشعبية. الحركة الشعبية استطاعت عبر السكرتارية بتاعتها
وانا ما عضو فيه ولا بدافع عنه وفي اللي بدافعوا عنه احسن مني، استطاعوا عبر السكرتاريه بتاعتهم يصلوا لنا لمخرج بتاع مبادئ فوق دستوريه. مبادئ فوق دستوريه دي تكون حاكمه للدستور، غير قابله للالغاء، غير قابله للتعديل. والمبادئ فوق الدستوريه دي اتخطت فيها اسس محدده جدا، من ضمن المبادئ المبدا بتاع اللامركزية مركزيه حسن اداره التنوع العرقي والثقافي في السودان، اتخطت فيها المبدا بتاع العلمانيه. ودي كل نحن الكلام اللي بنقول فيه ده، الكلام اللي بنعمل فيه ده كله عشان نحن نضع لنا قاعده بتاعت حوار ونضع لنا قاعده بتاعت نقاش. يكاد يكون انا والحزب الجمهوري والحركه الشعبيه وغيرنا من المتحدثين في ارضيه بتاعت اتفاق كامل جدا على مساله عدم المتاجره بالدين، عدم استغلال الدين، عدم ممارسه الاستعراض، عدم ممارسه الكراهيه، عدم ممارسه العنف في الحلول دي. يبقى نحن عندنا قاعده جوهريه جدا يفترض ننطلق بها لمجموعه القواعد الموجوده ونصل بها لناس الهامش. اذا كان في زول سالني عن العلمانيه وبيتكلم عن العلمانيه دي قال اهل الريف بيفتكروها هي كفر والحد، انا بقول له اتطبقت العلمانيه دي في دول كثيره جدا اغلب سكانها مسلمين. طبقت مبدا العلمانيه زي السنغال، زي غينيا، زي تونس، زي كوسوفو، زي تركيا. وفي دول كثيره جدا افريقيه منها نيجيريا ومنها بعض الدول كل غالبيتها مسلمين طبقوا المبدا بتاع العلمانيه. واجيك لاكثر من كده، الهندوس في الهند لا من استلموا زمام الحكم في المنطقه خافت مجموعه المسلمين الاقليه من انه يتم البطش بهم فطالبوا بتطبيق العلمانيه. نفس العلماء ديل اذا كان جبتهم في السودان هنا لانه هم اغلبيه هيقوموا يطالبوا ويقولوا العلمانيه هي كفر والحاد عشان يقدروا شنو يستقلوها ويستقلوا الدين كاداه باطشه في المجتمعات. فالمساله مختلفه كثير جدا. في فرنسا الاقليه المسلمه بتطالب الدوله بانها تحميها بموجب العلمانيه، لكن اذا كان يتشكلوا وبقوا اغلبيه حيقوموا يطالبوا بشنو؟ بالدستور الاسلامي وعدم تطبيق العلمانيه، ويصفوا العلمانيه ذاتها بان هي اساسا اداه بتاعت الحاد او اداه بتاعت التفسخ. والكلام ده ما مورد. هنا نحن القيم الدينيه الحكيمه بتاعتنا بنقدر نصونا، بنقدر نمارس معتقداتنا بحريه كامله جدا، بضمير كامل جدا في ظل العلمانيه، والعلمانيه بتضمن لنا بالمناسبه قدسيه كامله للدين افضل مما انه ندخله في الصراع السياسي. انا اطلاقا ما بعتبر الدكتور الترابي مفكر وما ورد في لساني انه مفكر، لكن قلت الدكتور الترابي في مرحله من المراحل للتاريخ هو الزول الساق كل التشريعات المعيبه في الفتره المايويه، وهو ساهم فيها مساهمه في تطبيقها، وهو كان النائب العام وكان وزير العدل الذات تايم، وهو القام بكل الاجراءات دي. والحقيقه التاريخيه بتقول كالاتي، ظهرت من البدايه جبهات محدده جدا في التاريخ بتاع المنادى بالدستور الاسلامي. ظهرت المساله دي في ثلاثه احزاب رئيسيه، حزب الامه والاتحاد الديمقراطي او هي الاحزاب التقليديه دي، وقاموا طالبوا والجبهه الاسلاميه طالبوا بالمسائل بتاعه ظهرت النبره بتاعت الدستور الاسلامي، وظهرت ايضا على لسان الصادق المهدي. وانا قلت من البدايه اول حكومه وطنيه طالبوا فيها مطالبات بانه يناقشوا فيها الدستور، واتكلمت بشكل واضح جدا بانه المساله دي جات من الاستاذ مرغن النصري. انا تاريخيا حاسبين كل الافراد ساهموا مساهمات ظلاميه في الفتره دي، وحاسبين كل الناس اللي كان عندهم دور كبير جدا، من ضمنهم عظمه المفكر، انا قلت المفكر، وعظمه المفكر الانسان محمود محمد طه. طيب يعني احنا كل السرد بتاعنا ده بنحارب في المساله بتاعت استاذنا معتز تعريب كان نفس الوقت امريكا والعلمانيه دي الدين ده اساسا مرحله علاقه ثابته. في نفس الوقت بتلقى السياسه فيها متغيرات كثيره جدا. يعني اديك حاجه بسيطه جدا، ليه تغير السياسه وثبات الدين؟ تغير السياسه الليله كان في فتوى في السعوديه بتحرم الموسيقى وبتحرم قياده السيدات للسيارات. حصلت متغيرات سياسيه اتغيرت الفتوى طوالي لمساله بتاعت اباحه قياده الاناث للسيارات. وحصلت في نفس الوقت تغيرات سياسيه كثيره جدا اباحوا فيها الموسيقى وظهرت المسارح في السعوديه. فيبقى يا جماعه نحن الدين هنا لازم نحن نخده
بعيد جدا عن التغيرات السياسية بحكم انه هو باع، هو ثابت، هو مقدس، هو مكانته الطبيعية الضمير الشخصي وليس هياكل الدولة او في نفس الوقت مؤسسات الدولة. انا شكرا شكرا استاذ معتز. استاذ معتز احنا بيظل عندنا محور رابع اللي هو الدستور العلماني وقانون الاحوال الشخصيه. احنا ناخذ مداخلتين ونرجع لك في النقطه دي. تمام. طيب المداخلات كان عندنا استاذه امال وفي الاستاذه كنزه. الاستاذه كنزه موجوده؟ ما موجوده حاليا. طيب عندنا بشير عثمان، تفضل استاذ دكتور بشير، وبعدين في يوسف. نسمع المداخلتين ديل وبعد ذاك نرجع لاستاذنا عبد الله البشير. تفضل استاذ دكتور بشير. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكل الموجودين وشكرا على المعلومات التاريخيه القيمه اللي تفضل بها الدكتور معتز. انا بس داير اقول انه اذا كان الدستور هو مرآه يرى فيها كل الناس أنفسهم يعني، وهو الرابط ما بين الناس، كيف يعني إنه الناس ممكن تحقق أو كيفية إنه الدستور يعبر عن آمال وتطلعات الشعب بأكمله بياته آلية كويس. ثاني، ما هي آلية إقرار الدستور حتى يصبح معبرا عن كل الموجودين في إطار الدولة أو السودان؟ أنا بتلمس إنه في يعني في زي خوف من حضور الجميع سواء كان من الهامش أو من المركز، والإصرار على التقرير بشأن الدستور بواسطة فئة نخبوية وإنزاله بطريقة فوقية على على على, على بقية الناس. مثلا استحضرني دستور جنوب افريقيا، وهو دستور بشهاده كثيرين من الناس في العالم والعالمين بشؤون الدساتير انه دستور مثالي. الدستور ده تم وضعه بواسطه برلمان منتخب سنه 1994 وصادقت عليه المحكمه الدستوريه في عام 96، ثم اصدره مانديلا في 96، حتى بعد ذلك بدأ دخوله في حيز التنفيذ في 97. يعني أنا مفتكر إنه الحوار الحالي والجاري وسط يعني عشان الناس تثبت العلمانية أو تفرض العلمانية على الناس وكده، هو فيه استباق لخطوات مفترض هي تكون تأخذ الأولوية في إنه نحن كيف نصل للمرحلة اللي إحنا بنجيب بها دستور يعبر عن كل الناس وبالتالي حقيقة القبول. فدائر تعليق الأساتذة على النقطة دي يعني كيفية إنزال الدستور أو آلية إشراك الناس في هذا الموضوع. النقطة الثانية بخصوص دستور الإنسان أو الدستورية الدستور الإنسانية، أنا أفتكر أنه ده عبارة عن interpretation لشخص مع كامل احترامي للأستاذ محمود ولأتباع الفكرة الجمهورية، لكن هو يعني تفسير او انتربريتيشن للدين الاسلامي. انا ما عارف هل الناس ما شايفه التناقض ما بين الدعوه للعلمانيه والدستور المبني على على على, على, على دين، ولا الكلام ده ما بينطبق لانه الاخوه الجمهوريين الان هم اعلى صوتا يعني. فانا عايز الناس تناقش النقطتين ديل و شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور بشير. يوسف اتفضل اخي يوسف. مساء الخير والف شكر لتحت الفرصه. احب ان اسال عن الدستور والدستور العلماني. نحن كل القوانين اللي بتحكمنا معظمها وضعيه، يعني الحدود، ما بقصد الحدود الشرعية، الحدود بين الدول والتأمين والحدود البحرية والأشياء دي. ليه بنخاف وعندنا فوبيا من العلمانية؟ طبعا الفوبيا معروف سببها بالخطاب الديني المتطرف الموجود حاليا، وثانيا الأحزاب التقليدية معها مجتمع في الريف، ريفنا
أنه كل مع العلمانية جاي من الخارج وهو شيوعي أو كافر. وبالنسبة للجمهوريين طبعا نحن بنحترمهم ونقدرهم، لكن برضو للشعب طبعا أن التنظيم البائد أو المؤتمر الوطني أو الجبهة بكفر الجمهوريين ومخلينهم على الزاوية. فبالتالي نقول إحنا بنعمل قانون وضعي عشان بس يبعدون عن كلمة الفوبيا من العلمانية والشيء. نحن معروفين قبل 30 سنة معظم قوانيننا علمانية وماشيين على خط العلمانية، لماذا الخوف يعني؟ لما نعمل القوانين المدنية اللي بيرضاها الشعب كله؟ خايفين من المسائل دي ليه؟ لكن الخوف سببه من الصفوة، الصفوة بتخاف يعني لما تمشي الريف ما يقدر تدايفيرت من المسار الماشيين على أهله. فضل حاصل يعني التنظيم يعني الأحزاب التقليدية لسه مسيطرين على الريف، وبالتالي لابد يعني الجمهوريين محتاجوا أنه نغلى يوعوا الريف حتى يعني توعية الريف خطر على حياتهم، لأنه في جماعة بكفرون الآن بطلعهم من الدولة بتاعتهم. فضل حاصل بالضبط يا أخوانا. فزي ما احنا بالنسبة للقانون السودان والعلمانية بننفخ في قربة مسدودة، يعني لازم يكون في وعي، ونحن بنحتاج أنه نصيغ قانون يلائم الوضع السوداني. وضعنا معقد جدا يا أخوانا، عندنا المسيحي وعندنا القبطي وعندنا من زي ما قال دكتور عبد الله ما عقد الكجور، وما في ناس ما عندهم دين، فدل يعني يرجعوا للجزية والشهادة عشان يضمنوا لهم السلام. لازم يعني نرتغي عن الأحكام القديمة دي، خلاص انتهى عهدها مع كامل احترامنا لل. شكرا جميع. شكرا لك. شكرا يا يوسف. احنا قبل ما للاستاذ عبد الله عشان يجاوب على بعض الاسئله، وفي بعض الاسئله في الكات، احنا نسمع الاستاذ محسن. استاذ محسن اتفضل، نديك فرصه قبل ما نسمع الدكتور عبد الله. اتفضل استاذ محسن. مرحبا، مساء الخير محاسن معاكم. محاسن. شكرا جزيلا للندوه وللموضوع المهم، والان بفتكر انه فعلا هو محتاج لكثير من الاجتهادات وكثير من العمل الفكري. ويمكن المتحدث الاول ذكر انه يعني احنا عندنا اشكاليه حقيقه في 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 الرؤى الفلسفيه والفكريه والاضافه المعرفيه وكده. صحيح الاستاذ محمود محمد طه يمكن كانت عنده اجتهادات مختلفه عن كل الباقين وكده، لكن انا حقيقه تعليقي دلوقتي على الاخ عبد الله. يعني الاخ عبد الله هو عودنا عليه على الاجتهاد يعني بشكل معمق ودقيق، عشان كده أنا بفتكر إنه هم كدعاة لجمهورية محتاجين لاجتهادات أكبر في المسألة دي، المسألة بتاعت الدستور والعلمانية وكده. فالدستور نفسه هو مش بينظم بس العلاقة بين الحكومة بين السلطة وبين الهناية، إنما برضو بينظم والأفراد، إنما برضو بينظم بين الأفراد فيما بينهم. ولذلك هنالك احتياج لدستور الناس كلهم يشوفوا نفسهم فيه. أنا بقول إنه هم كدعاء لفكر محدد محتاجين لاجتهادات أكبر للمسألة دي، لأنه لو عبد الله بس يعني شوية تعمق في كلامه الأول اللي تكلم فيه عن التنوع والتهميش للفئات المتنوعة، سواء كانوا ذوي معتقدات كريم معتقدات أو إذا كانوا ملحدين أو غيره أو غيره، وعشان كده هو رافض الدستور الإسلامي. أنا بفتكر إنه ده بنطبق أيضا على الدستور الإنساني، لأنه الدستور الإنساني برضو مستند إلى القرآن زي ما هو ذكر، حتى لو كان القرآن مكي هو لا يناسب الشخص في جبال النوبة أو في مناطق أخرى أو كده بحكم معتقدات وكده. فأنا بفتكر الإشكالية الكبرى جدا جدا إنك أنت تستند إلى دين عموما whatsoever إلى دين، ومفترض الناس تنفتح يعني على كل المعارف الإنسانية وتنفتح زي ما قاله في الأول، إنك أنت بتشوف الدستور البوائم، أو قال الأخ محتز الحقيقة الدستور البوائم مع التركيبة السكانية الموجودة. فأنا بفتكر إنه يا ريت لو عبد الله هنا ورانا شنو الفرق بين إنه هناك ما يستندوا لدين وهنا يستندوا لدين،
حتى لو كان التفسير مختلف. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ محاسن. دكتور عبد الله موجود؟ طيب مرحب موجود. دكتور عبد الله قبل ما تبدأ تجاوب في بعض الأسئلة جات في الشات. طيب ما أعرف تقدر تفتح الشات من عندك ولا أقرأ لك أنا من هنا؟ إذا فتحت الشات هل بيكون كل الأسئلة قراءتها كلها ولا طيب عندك 27 سؤال هل يعني قراءتها تحتاج لوقت؟ أيوة. طيب أنا بحاول يعني أخذ الـ 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 المهمات. ما هل قال لك هل ما سماه الأستاذ محمود الدستور الإنساني أم هو دستور إسلامي صحيح؟ هو دستور إسلامي يحقق إنسانية الإنسان. ده أحد التعليقات من محمد. برضو كذلك ألف شكر للدكتور عبد الله البشير. للأسف الأحزاب التقليدية مسيطرة على العقول أهلنا في الريف. أي دستور مصدره غير الشرع بيكون كفر. سؤال آخر. أي قال معلش قال أي العبارة الأخيرة اللي قال الأخ الثاني بعد محمد قال أي دستور غير إسلامي بيعتبر كفر. أوكي. لأنه قال أي دستور يكون مصدره غير الشرع الحقيقة عشان نكون عند دقيقين. هو قال على عقول أهلنا في الريف أي دستور مصدره غير الشرع بيكون كفر. ده طيب حجة المسلمين لإقامة الدولة نابعة من بشر. القانون الذي يسير الدولة هو الدين للحديث المشهور الدين المعاملة. والقانون الذي يحكم أمن هذه الدولة والمحاسبة هو الدين في منهج الإسلام كما جاء في قصة يوسف وإخوته. طيب أيضا الدستور الإسلامي هو القرآن والدستور الإنساني هو القرآن. ده سؤال ثاني. طيب نحن نكتفي بهذا القدر ونسمع منك دكتورنا. الحقيقة يا دكتور كانت فضلنا محور أخير برضو ما زال برضو حنرجع فيه للأستاذ معتز اللي هو كويس. فاتفضل اتفضل اتفضل الفرصة عندك. جميل. طيب شكرا جزيلا. أسئلة كلها تثير الكثير وتحفز على التأمل وأنا أسعد دوما بالأسئلة. طبعا ما أعرف أحاول أختصر لأنه الأسئلة كثيرة ومعظمها تعرض لما أشرت له. نبدأ بالأخ لطفي الأستاذ لطفي. تحدث عن أنه بالنسبة للدستور الإسلامي أنا أشرته هو قال كان مفروض أقول الدستور الإسلامي المزيف مباشرة. في الحقيقة أنا أشرته لأنه هو قلت الدستور الإسلامي الذي طرحته الأحزاب التقليدية أيضا يدي المعنى. أيوة لأنه قلت هو الدستور الإسلامي الذي طرحته الأحزاب التقليدية ووسموا الأستاذ سماه الأستاذ بالدستور المزيف. فأيضا كلمة مزيف تأتي من تسمية الأستاذ لكن الأصل هي هو الدستور الإسلامي الذي طرحته الأحزاب التقليدية في السودان وهي معروفة يعني. وبعدين الأستاذ سماه الدستور الإسلامي المزيف. ولكن فعلا إشارتك مهمة لأنها تكون واضحة للمستمع أنه الدستور الإسلامي ليس هو الدستور الإسلامي الصحيح وإنما الدستور الإسلامي المزيف. ولكن كلمة المزيف نفسها عندها تأريخ يرجع نسبة للأستاذ محمود وتأريخها للحظة إطلاق الدستور المطالبة بالدستور الإسلامي من قبل الأحزاب التقليدية. فأنا وسمت بأنه المحزوب الدستور الذي طرحته الأحزاب التقليدية في السودان ووسموا الأستاذ بالدستور المزيف. كذلك الإشارة للشريعة أنه ما طبق ليس هو شريعة. ما طبق أو ما ألحق بالدستور سنة 83 وسماه الأستاذ قوانين سبتمبر هو ليس شريعة بالفهم الجمهوري وعند الأستاذ محمود ولكن ده سقف المعرفي عند الذين نادوا وطرحوا الشريعة وألحقوها بالقانون بالدستور سنة 83. يعني ده السقف المعرفي هذه هي سقفهم المعرفي وبذلك وسموها بالشريعة وفعلا ينبغي أن نصفها بما صف الأستاذ. طبعا الأستاذ أول من أطلق عليها قوانين سبتمبر وليست شريعة إسلامية. أنتقل للأستاذ زين صالح.
شكرا جزيلا على المداخلة، وفعلا إشارتك للمنابر الحرة مهمة جدا، وإشارتك لأن الحركة الشعبية تستصحب الأطروحات وتستصحب الأطروحات المثقفين والمفكرين السودانيين مهم جدا، وبفتكر برضو ضروري، وبفتكر عندهم مساعي في الاتجاه ده كبيرة، ولكن مطلوب أكثر حتى وإنه الشراكات تتوسع، ولأنه قلت كما قلت أتفق معاك إنه في إرث تاريخي ممكن الاستفادة منه. موضوع المنابر الحرة في الحقيقة فعلا الدعوة لها مهمة، ويعني الحوار المفتوح زي ما أنت أشرت مع الأحزاب مع كل الناس في السودان ضروري، ودي واحدة من المشاكل اللي واقع فيها الحكومة الانتقالية الآن. الخطاب الإعلامي للحكومة الانتقالية ومنابر الإعلام الرسمية لا تعبر عن تطلعات ثورة ديسمبر المجيدة، ولا تعبر عن تطلعات الثوار، ولا تنبئ بأننا نسير في وجهة التغيير الجذري والشامل، لأنه لابد أن نعي من ذلك، ولابد أن نعي لذلك، وحقه من الواجب إنه الحكومة الانتقالية تعيد النظر في موضوع مؤسسات الإعلامية، تفتح الحوار للجميع، وفي واقع الأمر هي مواجهة خطر المهووسين دينيا، وفي واقع الأمر إنه أكثر الجماعات قدرة على مواجهة هؤلاء المهووسون هم الأخوان هو الفكر الجمهوري، ولا بد من فتح المنابر للجمهوريين، وفي واقع الأمر المنابر الآن مغلقة أمام الجمهوريين المنابر الرسمية، ولذلك أنا بدعو لثورة ديسمبر المجيدة، وطبعا ما في فرصة للتراجع، الثورة جرت في دماء الشعب وجرت في دماء الشباب وهي في جبال النوبة وفي النيل الأزرق، الآن الأشواغ التغيير والمطالبة بالتغيير الشامل والجذري أصبح من أبجديات الدخول في المستقبل ومن أبجديات المطالب. ابقى لهذا يجب على الحكومة الانتقالية تنتبه أن قادة الخطاب الديني المتخلف الآن هم سبب التراجع عن كثير مما يمكن أن يمشي بينا إلى اتجاه التغيير الجذري. تراجعت الحكومة في مواقف استجابت فيها لرجال الدين، ده خطأ وما كان صح، وعليها أن تعيد النظر في ذلك. المنابر الإعلامية الرسمية خاصة التلفزيون السوداني والإذاعة السوداني مغلقة أمام الجمهورية، وينبغي على هذه القطاعات الإعلام أن تقوم بثورة، تنتقل الثورة إلى ثورة القطاعات. القطاع الإعلامي يحتاج لثورة، يحتاج لثورة تصحيحية حتى من غمته، حتى لو كانت في وزارة الثقافة والإعلام، يحتاج لتصحيح الذين هم في التلفزيون وفي الإذاعة والقنوات الرسمية بمثل الخطاب الرسمي، يحتاج لأن يثوروا في داخل هذه المؤسسات لتصحيح مسارها وتغيير قياداتها. الأخوان الجمهوريين الآن مغلقة أمامهم المنابر، ولدي شواهد تم إقصاء الجمهوريين فيها، وده مفروض يكون مفتوح للجميع وليس للجمهوريين كما قال الأستاذ زين، يفتح الحوار للجميع حتى والناس تدرك وتفهم بعض، لأنه محتاج الناس تفهم بعض وتعرف بعض. وحتى الريف اللي قال إنه ما عارف الفرق، ده نتاج لأنه الحوار ما مفتوح بالمستوى المطلوب في المؤسسات الرسمية، والمنابر الحرة ليست مفتوحة، بينما رجال الدين لديهم منبر أسبوعي يكفر من يشاء، وعلى عين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف سمع، وعلى عين وسمع وزارة العدل مثلا، تردد المنابر وردد رجال الدين في يوم الجمعة تكفير الأستاذ محمود، ويرددون كفره الأزهر ورابطة العالم الإسلامي وكفرته المحكمة، بينما صدر في سنة 86 وهذا معلوم رسميا وموثق حكم من المحكمة العليا الدائرة الدستورية بأن الحكم الذي صدر في حق الأستاذ كان كيد سياسي، وكان هو مؤامرة لمحاولة اغتيال، ده صدر ومعلوم وموثق. أيضا وزير العدل في يوليو 2020 لغى المادة 126 مادة الردة، على الرغم من ذلك يردد هؤلاء وهم يقعون تحت إدارة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ورعايتها، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير أتت به الثورة ويسمع هذا ويعرف هذا ولا يهتم.
أرسلنا له خطاب رسمي عبر بريده الخاص عبر رسالة مفتوحة، وقلنا له ترديد التكفير في المساجد، بينما الأزهر تراجع خجول حينما قال شيخ الأزهر في يناير 2020 التكفير فتنة تأذت منه المجتمعات عبر التاريخ، ولا يقول به إلا جاهل بالشرع أو متجرع على شرع الله، وإنه أمر يختص بالدمائر وأمر يختص بالله. قلنا له هذا الكلام في رسالة رسمية، لم يهتم ولم يكن مشغولا، بينما كان داعما لرجال الدين. ولذلك قضية الخطاب الديني وقضية رجال الدين هذه هي الخطر الحقيقي على السلام، على الوحدة، على إعلان المبادئ بين الحلو برهان على كل المنجزات، لابد من مواجهتها. وهنا لابد من المثقفين يقوموا بواجبهم، أنا وإنت وزين وكلنا نقوم بواجبنا لمواجهة الهوس الديني. الخطاب بتاع الجمهوريين في التبعينات لمواجهة الهوس الديني يعيد نفسه الآن. الآن الخطر اللي بيواجه التعايش السلمي في السودان هو الخطاب الديني المتخلف الذي يكفر. ولذلك أنا أتفق مع الأستاذ زين أن تفتح المنابر وتنتبه الحكومة. الحكومة الانتقالية ليس لديها فرصة لمواجهة رجال الدين، ولا تستطيع أن تواجههم، ولا تستطيع أن تنتصر عليهم إلا بفتح المنابر الحرة للذين يستطيعون مواجهة هؤلاء من داخل الدين ومن داخل القرآن، وديل الجمهوريين. وإذا ما عملت كده هذه الحكومة الانتقالية ستظل تتراجع لرجال الدين مثل ما تراجعت في جولة الجراي، الجولة الظالمة التي تراجعت فيها الحكومة الانتقالية وأعطت لرجال الدين الحق ليستمروا ويستغوا، وقد حدث ذلك. هذا يجب الانتباه له، ويجب نحن نقف مع هذه الحكومة الانتقالية وندعمها، لأن دي حكومة الثورة والأمل في أنها تمشي للأمام، والأمل أننا نعبر كما يقول حمدوك. ولكن لابد من تدرك بأن الهوس الديني هو الخطر الذي يواجه المساك. أنتقل معليش طيلت في هذه النقطة، لكن أتفق مع الأستاذ زين، والفتح المنابر يجعلنا نفهم بعضنا البعض، ويجعلنا نفهم حتى الحديث عن الدستور الإنساني مما وضح لي الآن من المداخلات أن الناس لا تعرف عنه الكثير. أنا أعتقد يجب على الناس أن تقوم بالاستحقاق، المثقف والمثقفة يجب أن تقوم بالاستحقاق حتى تدير الحوار والنقاش. أن تريد أن تتحدث عن الدستور الإنساني لابد أن يكون هناك استحقاق للإطلاع على هذا الدستور كما طرحه الأستاذ في أسس دستور السودان، وكما طرحه في الدباية، وكما طرحه في كتبه، حتى وإنك تدرك ما هو الفرق بينه وبين العلمانية، عشان أنا وإنت تكون في أرضية مشتركة. لكن لابد أن لا يمكن أن يكون الحوار بين تلغين تعليم وثم تأتي لتناقش. أقول أنا المعلومات، أنا المتحدث أو أي حد يقول المعلومات ويناقش فيها ويرد عليها، هذا حوار فيه خلل. هناك واجب المثقف أن يقوم باستحقاق، أن يطلع وأن يدرك وأن يعرف وأن يقرأ وأن يدرس. انتهى عهد الإطلاق الأحكام على مستوى الخيال والسقف المعرفي، الآن وقت العلم، وقت المعرفة، أن يكون الحجة بالعلم والمعرفة وبالاطلاع. كذلك الحوار كما جاء في سؤالنا داخل الإجابات لأنها كثيرة، ورد فيما يتعلق بأن أهل الريف لا يعرفون الدستور الإنساني. صحيح، وهذا حتى المثقفين الكبار ما لا يعرفون. هذا نتاج لأنه ما في حوار، منابر الحرة ما موجودة، مغلقة. الجمهوريين طيلة السنوات هذه سنين طويلة مغلقة أمام وسائل الإعلام، وحتى اليوم حكومة الانتقالية الآن تتراجع كل يوم إعلاميا، هي في حالة تراجع، وهذا شيء مؤسف وينبغي أن تنتبه له. أيضا الأستاذ معتز في إطار حديثه تحدث عن تطوير الدستور الإنساني. أنا بفتكر مش تطوير الدستور الإنساني، دعنا نقيم الحوار حول الدستور الإنساني أولا حتى نعرف مرتكزاته ونعرف نعرف أشياء كثيرة جدا، ثم من بعد نشوف هل هو محتاج لتطوير. أنا أعتقد هنا النقطة تحتاج مننا لنقوم باستحقاق. نظل السودان دوما الناس تحب الحوار وتحب المنابر الحرة، ولكن علينا أن نقوم باستحقاق الحوار واستحقاق اللي بيفرض علينا الاطلاع على المشاريع الآخرين، بحيث أنه نكون علميين في نقاشنا وفي طرحنا، ونعين بعضنا البعض حتى وأنه نسير بالسودان إلى الأمام. الأستاذ بشير عثمان بيشير لأنه ما هي الآلية التي يمكن أن يأتي بها الدستور الذي يرى كل مواطن شخصيته وتطلعاته. طبعا دي إشارة برضو إشارة معتز، إنه لما قبل نحن قلنا الدستور يعني مفروض كل مواطن يرى شخصيته وتطلعاته
هو المرآة اللي بيرى فيها آماله وأشواقه ويشوف نفسه فيها، شوف شخصيته، يعني شوف ثقافته، يعني شوف لغته المحلية، يشوف لغته المحلية. يعني الدولة السودانية زي ما قال فعلا معتز من 56 لم تكن اللغات المحلية جزء من الدستور، لم يتم الاعتراف بها، وإنما ألحقت في اتفاقية 2005 إلحاق، ولم تكن جزء أو لم يكن الاعتراف بها. نحن فعلا نحتاج لما نقول يرى شخصيته وتطلعاته، شخصيته، ثقافته، لغاته المحلية، دي كلها يشوفه. الدستور ظل في السودان متحف في حق أصحاب اللغات المحلية، والحروب قامت لهذا السبب. وناقشت أنا ذلك في كتاب لي عن الفشل في إدارة التنوع الثقافي، وكذلك في كتاب عن محمود محمد طه وغباء التهميش في السودان بتوسع وبتعمق ممكن الاطلاع عليه. بشير بيقول ما هي الآلية؟ آلية وضع الدستور معلومة يا أستاذ بشير، وصياغته معلومة. دائما الجمعية التأسيسية دائما هي اللي بتضع وتتحاور عن وتضع مسودة الدستور والحوار حوله ونقاشه إلى أن يتم اعتماده وإلى ومراحل معروفة ومعلومة وموجودة في التراث الإنساني ومعلومة. والسودان عنده تجارب في ذلك، يعني هناك آلية معلومة، وحتى مثلا قال لمرحلة وضع الدستور وكيف يمكن إشراك الناس. إشراك الناس بيتم بأنه الدستور أنه المواطن يشوف فيه شخصيته وتطلعاته. هنا النقطة اللي قالتها أيضا محاسن، يا محاسن أيضا اشترطت أنه قالت الدستور هو اللي بيحكم العلاقة بين الحكومة والمواطن ومثلة المواطنين. أنا نفس الكلام اللي قلته، أنه الدستور هو الذي يحكم العلاقة بين الدولة ليست الحكومة. الحكومة تتغير وتتبدل، الدولة والمواطن والدستور. أما القوانين هي التي تنظم، هي المنهج الذي ينظم العلاقة بين المواطنين. وقد فصلت هذا في كتاب محمود محمد طه قضايا التهميش. أيضا بالنسبة للأخ يوسف، تكفير الجمهوريين، تكفير الجمهوريين ده في الحقيقة واجبنا نحن، ده واجب المثقف، واجب كل مثقف أن يواجه التكفير، واجهه. مش يعني نحن مش نترك الأمر للجمهوريين هو معنيين بهذا لأنهم كفروا، هذا واجب أخلاقي لكل مثقف وواجب ثقافي، وهذا مسؤولية فردية. إن أنا كنت مثقف معني بمجمل الحركة الاجتماعية، ومعني بالإسهام في تنمية الوعي، ومعني بالإسهام في خدمة التنوير، ومعني بالسلام والتعايش السلمي، هذا من الواجب أقوم بواجبي وواجهه مثل ما الجمهوريين أيضا يواجهوا هذا الأمر، وعليهم أيضا وعلى الآخرين. فهذا يحتاج لحوار. الوقت يداهمنا، يعني ثلاث دقائق ثلاث دقائق نصل للمطر الأخير. بس لو سمحت سؤالي مهم والله يا أخي. طيب سؤالي في الفرق ده مهم، سؤال محاسن عن الفرق بين الدستور العلماني والدستور الإنساني، صح تقصدي؟ أنا فهمتك صح يا محاسن؟ أنا أبدا يا عبد الله، حتى أنا كتبته لأنه لما ما هناي رفعت يدي، إنه الدستور الإسلامي بيستند أو الدستور بيستند إلى الشريعة الإسلامية حسب فهم مجموعة من الناس. الدستور الإنساني اللي ذكره الأستاذ محمود محمد طه بيستند إلى القرآن المكي. أنا بفتكر إنه نفس الشيء، أنت كده بتخصي كم كبير جدا من الناس ممكن يكونوا عندهم ديانات أخرى، ممكن يكونوا علمانيين، ممكن يكونوا أي حاجة، ممكن يكونوا ملحدين. أنا أفتكر هنا بتساوي في المسألة بتاعت المحدودية والاستغاء من مصدر ممكن يكون ما 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 يعني ما بتوائم مع التركيب، مع كل التركيبة السكانية. طيب شكرا. اولا موضوع الدين، يعني في نقاط مهمه. الدستور الاسلامي اللي قلت بناده به وبيستند على الشريعه، طبعا الشريعه عند الاستاذ محمود هي حكيمه في القرن السابع، ولكن لابد ان تكون تخضع لتطوير لتناسب الراهن. موضوع الشريعه هي ما الدين، ومساله انت الحديث عن الدين، وكثير من الناس لما يتكلموا عن الدين هم بيتكلموا عن العقيده، بيتكلموا عن الدين في مستوى العقيده. الدستور الإنساني عند الأستاذ محمود هو في مستوى ما بعد العقيدة، اللي هو المستوى العلم، وده بيتطلب في الحقيقة الدقة، بيتطلب دقة، لأنه آيات الأصول، الآيات المكية هي ليست هي آيات الفروع على آيات المدنية. هنا
آيات تقوم على الحرية والإسماح، والخطاب نفسه خطاب كوكب يا أيها الناس، والخطاب أيضا خطاب فيه إسماح وحرية. الآيات الأصول الآيات المكية غير الآيات المدنية، وهنا في المستوى العلمي أنا بفتكر إنه ده محتاج لحوار كبير نتناقش فيه أكثر. الاختلاف كبير جدا. الشريعة الإسلامية ليست ديمقراطية، لأنه لما تتحدث عن الدستور والدستور الإنساني تتحدث عن الديمقراطية، تتحدث عن الاشتراكية، تتحدث عن المساواة الاجتماعية. الشريعة الإسلامية اللي بينادوا بها في الدستور الإسلامي المزيف ليست هي ديمقراطية، ولا يمكن أن تحقق الديمقراطية المساواة بين الناس. الدستور القائم على آيات الأصول عند الأستاذ محمود اللي هو ما مبني على ما بعد العقيدة على الناحية العلمية في مستوى القرآن بيقوم المفاضلة فيه. تأمل هذا وأدعو الناس ليتأملوا هذا، تكون المفاضلة فيه بين الرجل والرجل والرجل المرأة المرأة على العقل والأخلاق، على العقل والأخلاق، لا على الدين ولا على اللون ولا على الجنس ولا على العرق ولا على الرجل أو امرأة أيا كان، على العقل والأخلاق. الناس سواسية تماما، وكل صاحب ديانة أو لا أدري أو ملحد له الحق أن يدعو، ليس ليعتنق، ليدعو ما يشاء الآخرين لمصلحته. أنا بفتكر ده كلام علمي ودقيق، لا يحتاج لدقة ويحتاج لوقوف. الدين لما نتحدث عنه الناس بيتحدثوا عن العقيدة، وهناك فرق كبير جدا، والأستاذ يتحدث عن مستوى العلم، الناس يتحدث عن الشريعة، والأستاذ يتحدث عن ليس عن الشريعة. الشريعة هي ليست الدين، هي الطرف المتدلي، هي المدخل على الدين، هي الطرف المتنزل على الناس، وهي في القرن السابع ليست كما هي عند الأستاذ محمود. هنا تقوم على تطوير، والتطوير مبني على آيات الأصول، وفيه تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة والرجل والرجل من حيث رجل. طيب أمشي لآخر نقطتين لأنه الوقت، ويا محاسم ممكن في سؤال يا دكتور ورد أكثر من 5 مرات ومصر عليه صاحبه. السؤال بيقول ما هو تعريف الدكتور عبد الله للمهمشين؟ جدا شكرا. طيب سؤال مهم، تعريف المهمش. قبل هذا الأخ يوسف قال هل الدستور الإنساني هو الدستور الإسلامي الصحيح؟ نعم هو الدستور الإنساني الصحيح، وتحدث عنه الأستاذ محمود بتوسع في كتبه ويسميه الدستور الإنساني. طيب أيضا هل الدستور الإنساني هو القرآن؟ الدستور الإسلامي مصدر القرآن في مستوى آيات الأصول، وهي الآيات الأحسن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. أحسن ما أنزل إليكم معناه القرآن كله حسن لكن فيه أحسن. الأحسن هي آيات الأصول، آيات الإسماح والكرامة والحرية، وهو القرآن في مصدر الدستور الإنساني القرآن في مستوى آيات الأصول. طيب بالنسبة لتعريف المهمشين، شكرا، ده سؤال مهم. أنا عندي كتاب اسمه محمود محمد طه وقضايا التهميش في السودان. المهمش، العبارة المهمش أو المبعد أو المقصي أو المعيد عن السجلات الوطنية هي كلها تعبير عن الظلم وعن الاستضعاف في الحقوق. عبر التاريخ كانت موجودة وقديمة، ولكن تتجلى الآن بأنه المهمش هو الذي استضعف وهو المظلوم في حقوقه وفي كرامة إنسانيته، في كرامته وفي حريته وفي حقوقه الثقافية وفي حقوق الدستورية. الدستور السودان منذ الاستغلال حتى تاريخ اليوم جعل كل أصحاب اللغات المحلية مهمشين لغويا. الدستور جعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية. الدستور جعل التشريع يستمد من الشريعة الإسلامية. إذن كل أصحاب الديانات الأخرى هم مواطنين درجة تانية. التهميش هو الظلم في الحقوق، حق الحياة وحق الحرية، وهي الحقوق الأساسية وما يتفرع منها عند الأستاذ محمود. والتهميش واقع الآن على مستويات مختلفة. هناك التهميش الاقتصادي والثقافي واللغوي، وهي عديدة، وأنا عددتها في كتاب محمود محمد طه وقضايا التهميش، وهو صدر في بداية هذا العام، يمكن الاطلاع عليه، ودرست الموضوع بتوسع. شكرا أستاذ محمد، شكرا شكرا. طيب نحن قبل ما ندي فرصة عندنا طبعا ياسين وعندنا علي وعندنا بابكر. أستاذ معتز موجود؟ أي نعم معك. أستاذنا معتز تبقت لنا محور آخير في هذه الندوة، والدستور العلماني وقانون الأحوال الشخصية.
وأنا عارف إن الكثيرين من الحضور في هذه النقطة منتظرين هذه النقطة ومنتظرين رأي الأستاذ محتس في هذه النقطة. تفضل أستاذي. نعم طبعاً نحن قمنا بثورة كبيرة جداً، الثورة الكبيرة صاحبتها محاولات جادة جداً لتفكيك وإزالة التمكين التشريعي، والثورة في مجال التشريع حصل فيها تعديلات في القانون الجنائي، إطلاقة المواد بتاعت الردة، حصل تعديل للمواد المتعلقة بممارسة البغاء، حصل تعديل للمواد المتعلقة بالتعامل في الخمر، حصل إلغاء لبعض القوانين كانت سارية من قانون الأمن الوطني وإلغاء قانون النظام العام. لكن للأسف الشديد جدا غياب المحكمة الدستورية وغياب المجلس التشريعي أخر قيام المفوضيات العدلية. طيب فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، دائما العلاقات الشخصية والأسرية بتحكم السياسة وليس الدين، بمعنى أن الصراع ليس صراع في الدين وإنما صراع في السياسة. من هنا تم استخدام الدين لأغراض سياسية لغهر النساء في مجتمع ذكوري ورعوي، والصراع ده هو صراع اقتصادي واجتماعي بدلين لفهم أخلاقي وفهم مدني. من هنا مفروض النصوص بتاعت الأحوال الشخصية تجيب المفاهيم المدنية وتجيب المفاهيم الأخلاقية، لكن ما تجيب المفاهيم اللي بتتخطى في مسألة بتاع إطار بتاع دين عشان نستغله لسياسات محددة جدا. قانون الأحوال الشخصية في يدنا ونحن حاليا بنطبق فيه في المحاكم بتاعتنا هو قانون يجب إلغاء وإلغاء كامل، يعني حتى هو ما قانون بيتحمل الترجيع ولا بيتحمل الصيانة ولا بيتحمل التعديل. النصوص بتاعت قانون الأحوال الشخصية بشكل عام جاية غير قابلة لأي تطور وتحديث، ولأسع متمسكة بأراء فقهاء يكاد يكون تجاوزهم الزمن تماما، وهي بعيدة جدا عن سيادة القانون. سيادة القانون بمعنى المساواة في تطبيق القانون، يعني المساواة بين الرجل والمرأة. إذا كان جينا نحن ودرسنا الموضوع ده بنلقى ما فيه التساوي بشكل كامل. يعني استناده على الدين والعرف ده مخل بمبدأ الدين عن الدولة، يعني مخل بالمبدأ بتاع العلمانية في حد ذاته. وفي نفس الوقت إذا كان استند النص بتاع الأحوال الشخصية على دين محدد، هنا بيبقى فيه شنو؟ ما قدرنا نحن نفصله عن المؤسسات بتاعت الدولة. طيب بشكل مفصل القانون ده عيوبه بتظهر لنا في الآتي. من البداية في صدر القانون في تعريف للزواج ووصفه بأنه عقد بتاع نكاح، دي نظرة ضيقة جدا للمؤسسة العائلية والتربوية اللي بتحقق الإنسانية. يعني في نفس الوقت بتلقى أنه في عدم تساوي في شهادة المرأة، بالرغم من أنه الشهود الواقفين قدام المحكمة الما بيساووا بيناتهم ديل بتلقى القاضية هي ذاتها مرأة، فمنصة القاضي بتعتليها امرأة، وفي نفس الوقت ما بتقبل شهادة المرأة الواحدة وشهادة المرأتين حتى تقوم تساوي لنا رجل واحد. طيب في برضو خلل في المسائل بتاعت الولاية في الزواج وحق الولي في فسخ الزيجة، بتلقى في مشاكل متعلقة بحق الطلاق والتطليق للفدية. يعني تخيل إذا كان حصل عدم دوام العشرة بين الزوج والزوجة في حالة زي دي بيعملوا محكمين، إذا كان لقوا هي رافضة الاستمرارية في الزواج أو أسباب الطلاق ده أو أسباب الشغاق ده كان نتاج للمرأة، هنا بحق تطليقة بفدية تدفعها كاملة. ودي هنا مسألة من المسائل اللي ما بتخلينا نحن نقول في تساوي في المسألة بتاع الطلاق. برضو ما في معالجة حكيمة في القانون ده لمسألة تعدد الزوجات، ونجي تاني بنلقى في خلل كبير جدا متعلق بحق حضانة الأولاد والنفقة، في قضايا بتتعلق بالإجبار في الزواج وزواج الغاصرات، وهنا من هنا والمسائل بتاعت الأفضلية بتاعت الرجل على المرأة بتلقى تظهر المسائل بتاعت حظر السفر، وحظر السفر ده من الحقوق الدستورية في حق التنقل، بتلقى إلا بموافقة الزوج حتى لو في انفصال بيناتهم، لكن الانفصال ما أخذ الشكل القانوني يبقى هو عنده الحق إنه يمنعها من السفر. بتلقى إنه برضو بتسقط عن النفقة في حالة إن تقوم تشتغل بدون موافقة الزوج. إذا كان المرأة أخذت حقها في العمل وإن اشتغلت بتسقط عنها النفقة تماما، وهنا الزوج يكون ما عنده أي أعباء على الصرف عليها أو إعاشتها، ودي واحدة من الحاجات اللي بتعلق أو بتغيد حقوق المرأة في مسألة السفر. بتلقى في سن الزواج مثلا 10 سنوات، ف
فنحن في حالة زي دي بنلقى برضو في المسائل بتاعت النسب وإثبات النسب. إثبات النسب بتلقاه خاتين إنه نحن ما فيه أي مواكبة للحداثة، بتلقاه خاتين إنه فعلا الابن فقط للفراش بدون ما يدخلوا المسائل بتاعت التحليل بتاعت الدي ان اي وغيره من المسائل العلمية المواكبة. بنلقى القانون ده ما فيه تطور، بنلقاه هو بيتعارض مع البروتوكول الأفريقي، بنلقاه بيتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، بنلقاه بيتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان، بنلقاه بيتعارض مع التعهدات الواردة في العهد الدولي للحقوق الاجتماعية. طيب الحلول بتبقى شنو؟ الحلول يجب إنه يكون في قانون مدني حسب الإجماع العلمي واستبعاد كل العادات الضارة من ختان وغيره، ولازم نحن نضمن القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة والطفل والأسرة في القانون بتاع الأحوال الشخصية أو القانون المدني بتاعنا. لازم تتم مصادقة وانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولازم نحرك بناء حركة نسوية فاعلة. طيب القوانين دي كلها أن إحنا لا بنحصل لها انسجام مع المواثيق الدولية دي وإجماع علمي، بيبقى تم إبعادها إبعاد علماني سليم جدا في خطوات سليمة جدا تخلينا نصل لحلول متكاملة. في نفس الوقت في مدارس كثيرة جدا لتطوير القانون ده وتغيير القانون ده، من ضمنه في المدارس المدنية اللي انتهيها الحزب الجمهوري في حد ذاته، وفي نفس الوقت لازم تستند الأحوال الشخصية بتاعتنا على أسس دولية وعلى أسس علمية وعلى أسس أخلاقية وعلى الإجماع العلمي، ولازم يكون في قانون مدني في النواحي دي. طيب نحن جينا في جاء الإعلان المبدئي بتاع الاتفاقية بتاع جوا، وقال تستند قوانين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية. طيب هو ده منبر تفاوضي، والمنبر التفاوضي ده نحن بغودنا لمسائل محددة جدا، ده بسموه الدرافت الأولي. نحن في خطوات تانية ممكن تجي للإعلان ده وتتكلم عن أبعاد أكثر في تصادم بعض الأشياء مع المواثيق الدولية أو مع المبدأ بتاع العلمانية أو مع المبدأ بتاع إدارة التنوع. فيبقى هنا نحن لازم على الأقل نقوم نفصل قوانين محددة متعلقة بمناطق مهمشة وبمناطق النزاعات عشان نحن نضمن إدارة أحوالهم الشخصية أو أحوالهم الأسرية بالشكل المدني المطلوب المربوط بدياناتهم والمربوط بعاداتهم وبأعرافهم. إذا كان في أي مجموعة من المجموعات هنا ارتضت المسائل المحددة بالقوانين الشخصية تحكم الآراء الدينية، فبيبقى هنا ما في ما يمنع ذلك. لكن نحن إذا كان تمت المصادقة على الاتفاقية بتاع السيداو، وإذا كان تمت اتفاقية الاتفاقيات المتعلقة بالقوانين المدنية والإسراع في إعداد قانون مدني للأسرة، بيبقى نحن هنا طلعنا من المحق ده وطلعنا من المعالجة الضمنية في التشريع المتعلق بالأحوال الشخصية. طيب أنا بخلص لأنه عندنا نحن في القوانين بتاعة الأحوال الشخصية آراء الفقهاء والآراء اللي بتتكلم في إدارة مسألة القانون ومسألته في حاجات مسلمات أساسية إذا كان مربوطة بالمسلم فبيبقى من حقه إنه يطبقها. إذا كان عايز المسألة بتاعت المواريث زي ما وردت في النصوص القطعية فيبقى هنا ما في مناهضة من جانبنا. نحن بناخد نحن القيم وبناخد نحن الفاليوز الموجودة في الدين الإسلامي اللي بيساهم لنا مساهمة فعلية في القانون المدني بتاعنا، وبنقدر نزيح ترسانة كبيرة جدا من الآراء المتخلفة اللي أنا تكلمت عنها اللي بتبيح زواج الطفلة العمر 10 سنوات. فدي كل مسائل يجب إزاحتها إزاحة كاملة، ويجب عدم استنادة استناد كامل جدا للدين. يلا نحن نجي في إنه قوانيننا بتاعت الأحوال الشخصية نصنف ما هو مدني وما هو قطع الدلالة. إذا كان هناك شيء من الآيات قطعية الدلالة مثلا فيما يتعلق بالمواريث، فيبقى ده من حق المسلم إنه يطبقه على نفسه، وما في غضاضة في إنه نحن ده يطبق بجانب النصوص المدنية الثانية. يعني لازم يحصل تغيير كامل جدا للمضمون بتاع القانون بتاع الأحوال الشخصية، ودي في عجالة. وأنا خايف من أنه الكهرباء برضو ما تساعدني في أنه أواصل.
شكرا شكرا استاذ معتز، ان احنا حاولنا نديك الفرصه وما نقاطعك عشان انه احتمال تقاطعك الكهرباء بدلنا. طيب عندنا فرصتين اخرتين اخواننا، صراحه الزمن يعني تعدينا الزمن اللي كان مفترض لهذه الندوه، كنا متوقعين انها تتم في خلال ساعتين، احنا الان في طريقنا الى اكمال الساعه الثالثه، لذلك نحاول نختصر حتى اننا نصل الى نهايات وخلاصه هذه الندوه. هأعطي فرصتين آخرتين، ثلاث دقائق لكل فرصة، ثم بعد ذلك سأعطي خمس دقائق لكل من المتحدثين حتى يصل إلى خلاصة ما ذهب إليه في هذا اليوم. الفرصة ياسين الأمين. ياسين الأمين موجود ما موجود؟ طيب في أركماني بابكر. يس أركماني موجود. اتفضل أستاذ أركماني. شكرا لك وشكرا للإخوة المشاركين كلهم. أنا في عجالة كده بتكلم عن الكلام عن وسخة المدينة، معروف لدينا كلنا وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وصل المدينة المنورة قعد مع اليهود والكفار والغوث والخزرج، عمل معهم وثيقة بتاع التعايش السلمي. في وجهة نظري ده الكلام المفروض ينبغي على مناطق أول هامش، لما تكون في تعايش سلمي ما بتكون في مشاكل، والوثيقة دي كانت لعبت دور كبير، أو الرسول صلى الله عليه وسلم لعب دور كبير بهذه الوثيقة أو صحيفة المدينة بأنه يهدم البين وبين أهل المدينة. وبرضو الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة ثانية في وثيقة في اتفاقية اتفاقية بني سعدة، أو مش اتفاقية بني سعدة، سقيفة بني سعدة، هم قاعدين برضو في المدينة المنورة، اتفاقية الحديبية برضو قاعد مع كفار مكة، الكفار هناك كفار قريش في اتفاقية الحديبية، وحتى ملوا على الرسول حاجات عشان يعمل سلم، قالوا له ما تقول انت محمد رسول الله، انت محمد بن عبد الله، وما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب بس. الحياة دي كلها الرسول عملها للناس عشان يعني التعايش السلمي. ليه نحن في السودان بنصارع بانه نحن مسلمين اكثر من الرسول؟ شكرا لك يا استاذ مدني. شكرا جزيلا. طيب نحن في الختام حنعطي فرصتين، فرصه للدكتور عبد الله وفرصه للاستاذ معتز. نتمنى لا تتعدى الخمس دقائق في من كلين. تفضل أستاذ عبد الله. طيب شكرا وسألتزم بالوقت. الإشارة في إشارات في أثناء قبل نبهتني لي أقرأ الرسائل هنا قريتها ولقيت بعض الأشياء. فبالنسبة للأخ محمد برضو كرر السؤال أو مرتين قبل، أنا جاوبت له بتاع المفهوم التهميش وأشرت له للكتاب وقلت له إنه برضو أضيف له، يعني هو التهميش بصورة عامة ممكن يعني الإهمال والعزل والغهر وإعطاء عدم إعطاء الأهمية والتغييب عن في السجلات الوطنية والإبعاد وما إلى ذلك، يعني ده المفهوم العام، ويتجلى هذا كمان يكون سيء لو تجلى في الدستور، يظهر في الدستور بيكون مثلا فعلا لابد أن تقود للحرب زي ما قلنا، الدستور لم يعترف باللغات المحلية وده خلق إشكال لأهل اللغات وأهل الثقافات الأخرى، وكذلك موضوع اللغة العربية. أشير لأنه القضايا المطروحة الآن وهي فعلا قضايا حية وبتواجه الواقع بتاع السودان، الأستاذ محمود في الحقيقة ناقشها من وقت باكر، حتى موضوع الإشارة اللي أشار له قبل الأخ في موضوع التوجه العروبي للسودان واللي كان على حساب الثقافات والجماعات الأخرى، الأستاذ من عام 48 من عام 46 دعا لأن لا ينتمي السودان لجامعة الدول العربية، ودعا أن الانتماء الخارجي يجب أن يكون بعد تحقيق الوحدة الداخلية، بعد أن نتفق على الوحدة الداخلية في السودان، ثم على ضوء الوحدة الداخلية نكيف علاقاتنا الخارجية. وجاء جدد ذلك في عام 58 في أغسطس، وقال يجب الانسحاب فورا
من جامعة الدول العربية. لماذا؟ قال لسببين. السبب الأول لأننا أمة إفريقية، والسبب الثاني لأنه جامعة الدول العربية مدارة بواسطة الخارجية المصرية، لذلك يجب أن ننسحب منها فورا. وفي أكتوبر 58 أيضا جددت دعوة للانسحاب، لأن السودان فيه جماعات وثقافات أخرى، وأشار لذلك غير العرب. قال الانسحاب من الجامعة العربية لأن السودان، من الخير للسودان أن ينشغل بالوحدة الداخلية وببناء السلام الداخلي وبمحيط الأفريقي وببناء السلام في أفريقيا وببناء السلام في العالم أجمع، بأكثر من أن ينشغل في بالانتماء للجامعة العربية. ومن الخير أن يكون خارجة ليخدم السلام العالمي، فالسودان موعود بأنه يخدم السلام العالمي وهو نموذج. ولبناء الوحدة، لبناء الوحدة لابد أن نراعي المشترك، المشترك مع الآخرين. عشان كده الدستور قلنا ما فيه أغلبية وأقلية، وده بمعناه أنه كل مواطن يشوف تطلعاته ويشوف شخصيته. والناس اللي غادوا الحروب، حركات الكفاح المسلح، هي انكوت من هذه الدعوة، الدعوة للدستور الإسلامي المزيف، أو الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية، أو الدعوة لعروبة السودان. ده لازم نكون واعيين به، ولازم الأحزاب السياسية تكون واعية بهذا. كلام الزين صالح قبيل لما أشار لغياب المفكر، فعلا الأحزاب السودانية غايب فيها المفكر تماما، بدليل انه المفكر نفسه اللي بيقود الحزب الاحزاب التقليديه عام 68 كان بينادي بالدستور الاسلامي المزيف والشريعه الاسلاميه، بل دعم حكم الرده في حق الاستاذ محمود محمد طه حينما حكمت عليه محكمه مليه في 18 نوفمبر 1968، محكمه مليه معنيه بالشؤون بالشؤون الاسريه او القوانين الشخصيه، قانون الاحوال الشخصيه، قانون محكمه غير مختصه. دعموها هؤلاء غاده الاحزاب اللي هم المفكرين بتاعيننا اللي بيسموهم كذلك، دعموا هذه المحكمه ونادوا بالدستور الاسلامي. اذا الاحزاب السودانيه محتاجه لتعيد النظر في خطابه. وفي الحقيقه مسيره الاستاذ محمود وطرحه الفكري ومسيرته السياسية ومواقفه البطولية من أجل المهمشين ومن أجل السودان وفي تفتيته للشعب السوداني وللعالم أجمع، حق نعيد النظر في أنه نقرأها وندرسها لتكون معيار للمسار بتاعنا. بعدين الأخ الأشار أيضا لموضوع الدستور الإسلامي، الدستور الإنساني اللي تحدثنا عنه، أنه طرحه رجل واحد وما إلى ذلك. أنت دعك من كل هذا، انظر للمحتوى، ماذا تقول عن المحتوى؟ ادرس المحتوى بحياد علمي، ندرس أنا وإنت المحتوى ونتناقش عن هذا المحتوى. هل هذا المحتوى يلبي تطلعاتنا؟ هذا أيضا مهم. أدعو المثقفين للمزيد من الحوار في الحقيقة، وأدعوهم للقيام باستحقاق الحوار. نحن لا نطالب بالحوار من أجل الحوار، يجب علينا أن نقود الحوار في وجهة فكرنا ثورة ديسمبر، عقلنا ثورة ديسمبر تقوم على العمل، العمل ثم العمل، والعمل يتطلب حينما نتناقش مع بعضنا البعض، يا أخي لابد أن نقوم بالاستحقاق، أن ندرس، أن نقرأ، أن نطلع، ونأتي للمنصة لنفيد من يستمع ولنفيد أهل الريف اللي قال الأخ إنهم إذا مشلون الجمهوريين بيكفرون. نعم ممكن، لأن المثقفين نفسهم بيكفروا الجمهوريين، وصمت المثقفين عن تكفير الجمهوريين في الحقيقة أيضا مسؤولية، لأن صمت المثقف عن الحق أيضا مسؤولية أخلاقية وواجب فردي وواجب وطني وإنساني حق نقوم به. هذا الفضاء السوداني محتاج لمواقف من المثقفين، محتاج لتحرير فضاء السودان من الخطاب الديني المتخلف، نحتاج لأن نواجه رجال الدين، نحتاج لأن نبني مع بعضنا البعض أسس التعايش السلمي. إذا نحن إذا بتكفر أنت حاليا بنكفر بعض وفي المساجد، طيب نحن جايين بعد شوية بعد اتفاقيات بيجونا أخوان أعزاء شركاء لنا في الوطن بدينوا بالكجور، لا دينيين لا أدريين مسيحيين، ما هو الموقف؟ لابد للمثقفين أن يستعدوا لهذا، والاستعداد لهذا يبدأ بمواجهة الخطاب الديني المتخلف الذي يكفر أي مواطن في السودان،
وتكفير الجمهوريين وتكفير الأستاذ محمود مسؤولية على عاتقنا جميعا، يجب أن نقوم بهذا الواجب لنحاصر هذا الجهل، لنحاصر هذا التخلف الديني دقيقة أخيرة المساجد من هؤلاء الجهلاء. وشكرا جزيلا. شكرا، شكرا لك، شكرا دكتور عبد الله. طيب في الختام أستاذنا معتز. أنا أشيد والله بمستوى الوعي الكبير جدا لكل المشاركين، إذا كان يوسف أو محاسن أو دكتور بشير وكل المساهمين دين. وحقيقة أنا استفدت كثير جدا من دكتور عبد الله في الطرح العظيم جدا، والطرح الجمهوري عظيم جدا، ما ممكن ينال بأي كلمة بتاع التكفير أو غير كلمة بتاع التكفير. هذا الفكر مدرسة فكرية استطاعت أنه تنهض بالدين، تطور الدين، استطاعت أنه تجد لها مساحة كبيرة جدا في قلوبنا نحن المثقفين، في قلوبنا نحن أولاد الشوارع، في قلوبنا نحن أولاد المتارس، في قلوبنا نحن أولاد الثورة. فليطمئن الدكتور عبد الله تماما في أنه الفكر الجمهوري في حدقات كل العيون. وفي نفس الوقت أنا بستغل الفترة بتاعت القصيرة الصغيرة دي في أنه عندنا نحن مطالب محددة جدا لازم نقوم نحققها. لازم تتم الاتفاق المصادقة على اتفاقية سيداو، لازم تتم المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب، لازم تتم الاتفاق والمصادقة على ميثاق روما والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، لازم يتم الإسراع في إعداد قانون مدني للأسرة. ده التمهيد الأول اللي بيقودنا لأنه نحن نخش في الخطوة الثانية المنادبة العلمانية كحتمية وضرورة لمفادات التمزق وويلات الحروب وصيانة الدين. ده لأجل التعايش السلمي اللي اتكلم عنه أخونا أركماني بابكر، ووثيقة المدنية والتعايش السلمي اللي اتكلم عنه في عهد الرسول هو ما كان وثيقة إسلامية لكنها كانت وثيقة علمانية بالدراسة بتفاصيلها. بنطالب مطالبة كاملة جدا بدستور يعني بالمواطنة وحسن إدارة التنوع واللا مركزية. دي الدساتير اللي بتضمن لنا الدوام بتاعها والاستمرارية بتاعتها، وبتضمن لنا دولة موحدة عشان نحن نقدر نحقق بها السلام ونحقق بها الحرية ونحقق بها العدالة كمبادئ نحن نادينا بها في الشوارع ونادينا بها في المتاريز بتاعتنا. ولازم الدولة بتاعتنا تعالج معالجة كاملة لقضية الدولة والتركيبة بتاعت الشعوب بتاعتها، ولازم تتعامل مع مكوناتها دي كلها بعدالة وإنصاف زي ما قال الدكتور عبد الله. في نفس الوقت نحن يا جماعة ما عايزين مزيد من التمزق، لأنه أي مزيد من التمزق بيعني فناء الدولة السودانية وعدم وجودها. الليلة في دولة تكاد تكون متكاملة جدا بدستورة بغوانينة بشرطتة في منطقة جبال النوبة. الليلة بشكل واضح جدا في تشكيل لدولة في منطقة الإنقسنة ومنطقة جنوب النيل الأزرق. الليلة نحن بنعاني معاناة كبيرة جدا في التركيبة الدارفورية في المشاكل الموجودة فيها. الليلة نحن إذا كان حصل لنا أي تمزق في أي جزء عزيز جدا من وطننا حنفقد الوطن كله وحيبقى في دمار للسودان كله. يبقى كلنا نحن بالمناسبة تنجر على نوبة على عرب على مسيحيين على غيره، كلنا نحن لازم نتكاتف ونتماسك ونطلع لنا بمزالة محددة جدا. لازم نحن ندرس دراسة عميقة جدا الدستور الإنساني الورد على اللسان المفكر محمود محمد طه، لازم ندرس العلمانية والمبادئ فوق الدستورية الواردة من سكرتارية البحوث في الحركة الشعبية، لازم ندرس الدولة الديمقراطية والدولة المدنية النادبية محمد إبراهيم نقود، لازم ندرس فكرة السودان الجديد النادبية جونجرن عشان نصل لنا لترسانة دستورية تقدر تحمل لنا حق المواطنة وتدير لنا التنوع بدارة سليمة، وفي نفس الوقت نكون اشتغلنا الشغل في مجال اللامركزية، ساهمنا في وحدة السودان، في بناء السودان الجديد، في مستقبل جديد للسودان، قدرنا نحن نطلع كل العبايات القديمة المتخلفة وكل العمم المتخلفة اللي بتنظر لأي محاولة في تطوير الدين في إنها هي كفر وإلحاد. وفي نفس الوقت نحن إذا كان العلمانية دي بكل منتهياتها ونهاياتها أن نحن بنطبقها في البيئة السودانية بالشكل السليم، ونقدر نحن كل الأفكار الإنسانية والعلمانية والمدنية وفكرة السودان الجديد تكون هي المخرج الحقيقي في نقاشنا نحن كجسم واحد ككتلة واحدة نقدر نوحد السودان ونمشي لقدام. شكرا، شكرا جزيلا أستاذنا معتز، وشكرا جزيلا الدكتور عبد الله.
أنا ياسين الأمين. ياسين أنا اديتك فرصة قبيل وما لقيتك، فما حنمشي بخاطرك. اتفضل أستاذ ياسين، هتكون آخر فرصة دي وبعدها نختم إن شاء الله. اتفضل أستاذ ياسين. طيب شكرا لك كثير يا إيهاب. أنا طبعا مشيت له بالجنب شحته، قلت له عليك الله خليني أقدم الختام، أقدمك أنت للختام. فبقدمك، وقبل ما أقدمك أقدم الشكر لكل المشاركين يعني، وابتداء من الأستاذة اللي قدمت لنا الكلام الجميل، الكلام الرائع سمعناه دي، سواء من دكتور عبد الله، سواء من معتز، سواء من المتداخلين. حقيقة يعني نحن خليني يا إيهاب أخذ من ما أهمش دكتور عبد الله، لكن دار أقول عن طريق كلام قاله بأخذ منه ومضات. يعني هو قال إنه الناس بقت رشيدة، قال الناس الآن الناس كلها بقت رشيدة، بقت تعرف حقها. فنحن ليه ما نبدأ كلنا نركز على المحلة بتاعت إنه نوري الناس حقوقها، مش نكفر ده ونقول لا ده ما كافر، ما تكفروا غلطانين. لا، نحن في حاجة يتخيلي في اللحظة دي المسيرة للسودان والتيرنينج بوينت اللي فيه، أي نوع من أنواع التركيز على أي شيء غير إيضاح الحقوق للناس، وإنه الناس تعرف إنه من خلال تكاتفها حول الحقوق ده، حقوق دي كلها بنبدأ نمشي صح. ما يفتكر إنه الحرية والسلام والعدالة الشعار الرائع يا إيهاب النادو بيه والسودانيين، ولا الآن الأساتذة يختصروا ده الدستور في ما في معاني شعار الثورة. افتكر إنه صعب نمشي لو ما تلمينا في الحاجات دي ونحن ركزنا عليها عشان نمشي كلنا مع بعض. حقيقة كلام جميل، ووديك يا إيهاب. شكرا جزيلا. شكرا ياسين. في الختام الشكر كل الشكر للحضور الكريم، الشكر كل الشكر للدكتور عبد الله البشير، الشكر أجزله للأستاذ معتز، وشكرا لكم لوقتكم ولتواصلكم ولإلغاكم الضوء على قضايا أساسية كان لابد لنا أن نلتقي بكم حتى نستمع منكم ومزيدا من الضوء. وإن شاء الله في الفترة القادمة سنعمل على استضافة آخرين واستضافة مدارس أخرى أيضا لإلغاء المزيد من الضوء على أمر الدستور باعتباره أمر حيوي وأساسي لكل السودانيين. في الختام، حرية، سلام وعدالة، وتصبح على خير. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لك. هذه محاضرة قيمة بمعنى الكلمة. شكرا جزيلا. نتمنى لكم التوفيق دائما، وبالتنفجر دي مبدعة، نحن بنعرفها من بدري، من قبل ما يدوها. بيت علوية. بيت علوية بس. بيت ماما علوية. شكرا جزيلا. التحية لكم جميعا. يا أستاذ معتز يا أخي، أركماني معك، ما تديني أرسل لي تلفونك. يا أخي أرسل لك تلفوني طوالي بالمناسبة. وبتلقاه عند الليسي لكن برسله لك. كويس. أي كيف أحوالك أنت إن شاء الله كويس؟ والله أنا كويس. أنت موجود وين؟ جات دولة؟ وأنا في السودان في الخرطوم، هنا بعاني مع المهمشين هنا في الخرطوم. ولقى علي أنا عندي أساساً ورقة كبيرة جداً بتتعلق بحتمية العلمانية، وممكن برضو أرسلها لك يعني. لا.